مشاهدي قناة حنبال أو في برنامج الصراحة راحة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج السياسي الذي يأتيكم في ليلة في سهرة كل سبت إذا مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة قبل ما نقدم لكم ضيفي لهذه الحلقة نذكركم بالموقع الإلكتروني الخاص بقناة حنبعل الموجود الآن أمامكم على الشاشة وأيضا تنجموا تتواصلوا معنا خاصة عبر موقع الفيسبوك وعبر صفحتي الرسمية صفحة سمير الوافي التي تضم إلى حد الآن حوالي 140 ألف معجب تنجموا عن طريق هذه الصفحة تبعثون كل أنواع ردود فعلكم واقتراحاتكم وأسئلتكم و كل تفاعلاتكم مع هذا البرنامج ومع حلقاته التي تاتيكم كل ليله سبت اذن هذه حلقه جديده من برنامج الصراحه راحه نستضيف فيها سياسيا اخر مختلفا هو الناطق الرسمي باسم حزب ديني معروف في تونس وفاعل وعنده نشاطات وعنده أيضا بسمة وعنده رأي وموقف فاعل في في وسائل الإعلام باش نحكي شوية على الطيارات الدينية وعلى الحكومة وعلى الوضع السياسي العام وعلى برشا حاجات مرتبطة بالأحداث اللي قاعدة تصير في هذه المدة نستقبل معا في هذه الحلقة الأستاذ رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير بالحاج مرحبا بك في برنامج الصراحه راحه لاول مره طبعا تعرف البرنامج هذا ولكن نذكرك ونذكر الساده المشاهدين انه برنامج غير عادي وغير كلاسيكي وخالي من اللغة الخشبية والأسئلة الخشبية وهو برنامج سياسي شعبي يتوجه إلى الرأي العام وإلى كل شرائح المجتمع باش يفهموا شوية السياسيين ويفهموا الواقع والوضع السياسي لون الديكور يتغير حسب مناطق الحوار سيادتك الناطق الرسمي باسم حزب التحرير وهو حزب ديني فاعل في تونس وهذا يكفي باش نثيروا معاك برشا مواضيع مهمة مرتبطة بالوضع السياسي التونسي اهلا وسهلا شكرا على الاستضافة بارك الله فيك والبرنامج هذا اللي عنده بصمة خاصة معناها ويساهم في تشكيل الرأي العام بشكل أو بآخر هنيئا لك بهذا البرنامج الله فيك. حزب ديني يمكن نعلق عليها فيما بعد لكن في مهمة الشكل الاستضافة معناها يسعدني اللقاء في قناه يعني ما عليهاش تحفظات في العائلات وفي كذا يعني في وضعيه مقبوله ان شاء الله يكون برنامج باهي ويقع التداول بما ينفع المشاهد. عندك اعتراض على كلمه حزب ولا على كلمه ديني؟ على كلمه ديني اكيد. اه ديني ماهوش حزب نعم. ديني حزب التحرير؟ لا ماهوش حزب ديني. أه حزب مدني؟ لا 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 العكس ديني مش مدني هو حزب اولا لانه سمى نفسه حزب في وقت كانت كلمه حزب ربما ما زالت نوعا ما بدعه. <applause> أه على كل حال معناها لازم نفصلوا في هذا معناها <applause> أه ديني بمعنى انه يهتم بالدين من حيث هو دين <applause> في حين هو خذاه من الدين ما يهمه في السياسة يشتغل يعني بالسياسة ورح. ما يكفيه تبنى ما يكفيه الاشتغال بالصراع الفكري والكفاح السياسي لأنه عنده مهمة يريد استفاءها سياسيا ولذلك هو حزب سياسي أساسه الإسلام مرجعه ديني ومنطلقه ديني على أساس الإسلام باعتباره مبدأ يأخذ منه الأحكام والأفكار التي تكفيه لخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي ورح. فكلمة ديني قد توحي بنوع من الكهنوتية اللي هي ما هيش واقع حزب التحرير واضح به. نبدأ نبداو من 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 الاحداث ومن من الان نعيش اليوم ذكرى وفاه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه المجاهد الاكبر الملقب بالمجاهد الاكبر ومازال يحمل هذه الصفه وهي الصفه المحبه عند جزء كبير من توانسة جزء كبير من التوانسه يعتبروه رمز واب روحي وملهم يستلهمون منه الامل يستلهمون منه بعض قيم ومبادئ الحياه يستلهمون منه تونس القادمه وتونس المستقبل أنتوما اللي تتسمى عند بعض التوانسة أعداء بورقيبة والحاقدون عليه كيفاش عشتوا هذه الذكرى ذكرى مرور وفاة الزعيم الراحل حبيب بورقيبة بسم الله الرحمن الرحيم والله أولا أتحفظ تحفظا شديدا ومنها أكون في هذا صريحا غاية الصراحة وإيجاد يعني الزعمتية بهذا الشكل اللي ما نقصه كان القبة تتبناه وهي تبنات على كل حال في مقبرة والأسف الشديد خذات بلاست قبور ناس زواولة ونساكن وهذه موضوع كبير نجم يحكيك عليه أهل المستير لكن ما هذا هذايا موضوعنا موضوعنا يعني تشخيص الامر لدرجه يعني الاكبر هذا العنوان اللي ذكرته سيادتك اللي معناها امتص الحياه السياسيه مش من عندي سيري ذا من التاريخ اذكرته ومن اذكرته من الذاكره التونسيه انت, ايه؟ انت, ناقل ناقل ايه؟ لانه هو الذي حبذ هذا اللقب وادخله في لا مش في, هو في مش هو مش هو اللي اختار اللي اختار له هذا اللقب هو الصحافي الكبير المرحوم الهادي العبيدي اللي هو رمز من رموز الصحافه الهادي العبيدي كان ل... مقرب من من بورقيبه تقرب ايه؟ شيء على كل حال ايه؟ احنا في هذا نعتبر بورقيبه والفترة الحكم وبن علي هي الوقت الضائع من هذه الامه لانها حقيقه ضيعت فرصه تاريخيه في انها تدارك نفسها والتدارك ما يكون الا بانتمائها الحضاري اللي هو الاسلام. معناها الخطا المنهجي الكبير اللي ارتكب في نظام الحكم بورقيبي واضح. أنه أراد أو التعامل مع تونس كأنها معطى ينطلق فيه من الصفر وقال هي والكلمة مشهورة يعني وجدت هذا شعب يعني غبار مم. ومن هذا الغبار سأقيم أمة واستعمل كلمة أمة بديل عن كلمة أمة إسلامية وحتى مم. المجلس اللي كان معيش مس نواب مجلس الأمة كلمة قومي عوض وطني خذ عناوين وتصور أنه يبني شيء من عدم وهذا خطأ ما خلاه يضرب السابق عليه أزواتنا شهدوا ماساه كبرى وهم يمثلوا المد الحضاري والثقافي مه. والفكري بتاع الامه شئنا ما وهم حتى اللي اخذوا الادارات في الوقت الاول ما ما في الزيتونه من معناه مؤاخذات لكن هالتعالي هذا الكبير اللي زادوا هاللقب هذا والتصريحات والمواقف اللي خلت برقيبة يعني يدخل كل يوم باسم توجيهات السيد الرئيس ونحن في مقام التلامذه او الصغار واللي يقول لنا في التلفزه أو هذا الشعب كان يعطيني عينيه وشويه يعني هذا بكله صغرنا قد ما كبر نفسه قد ما صغر هذا رأيي الحياه السياسيه وما خلاش الابداع هو بيت الحال هذا التعبير نتاعو ما تكون كان دكتاتوريه عشناها بكل في مراحل كان حتى بورقيبه وبن علي فرد فرد وزن وفرد قيمه سياسيه وتاريخيه وفرد افعال وفرد جرائم والله اذا كان باش ناخذوا بالعناوين هاتوا نكونوا واضحين ناخذ الجانب اللي عادة يقولوا أنا بورقيبة مكان السارق مال. فلوس وهذه ديما يقولوا اليوم برك سمعتها في إذاعات وكذا وكأنها يعني مكسب ولينا نبحثوا نظافة اليد مهمة برشا بورقيبة يعتبر أه؟ تونس نتاعو ما واحد يسرق الجلس نتاعو ولا قال معناها بالفعل بورقيبة وقت اللي حب يبني معناها مثلا المقبرة ما, بسد ما يعني ما 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 انتظر حد وقت اللي حب ينقلها من بعد لتونس وهذي ناكدوا ما انتظر حد, حد. اذا احنا حب ينقلها مش واحد يحب ينقلها لتونس لانه جات زي انه الشيخ الصباح منسي في المستير وانه كانت في 9 افريل وقلت مم. هي المكان اللي ما عندوش ايجابيات تركز له كان على اخطاء الانسان هذه يعني اخطاء الانسان عنده اخطاء برغيبة كأي بشر ولكن عنده برشا إيجابيات ربما عند برشا توانسة تغفر له أخطاءه وتخليهم يعتبروه زعيم ويعتبروه مجاهد أكبر ويعتبروه ملهم اي هذه المساله خطيره هذه اذا كان احنا باش نصبحوا معناها ما بين السيء والاقل سوء وهذه الوضعيه اللي حطينا فيها الان فهي خطيره ياسر خطيره معناها الان انعدمت قدام الناس الاختيارات ولا سيما بعد ما شافوا بن علي وشافوا ماساويته اصبحوا بعض يحنون الى يحنوا الى الماضي اللي هو بورقيبه ايه؟ اليوم بعد الف... الثوره ايه؟ اللي معناها ما ما قدمتش الرؤى معناها المس... معناها المشرفه واللي يمكن تكون معناها بديل حضاري ايضا البعض يخرج من الارشيف بعض المناهج المناهج الصور السياسيه والامثله السياسيه هذه كله يعبر بالحق انه الحياه السياسيه في العربيه والاسلاميه وتونس تحديدا يعني ما زالت ما تخدمش على المفاهيم القياديه والمفاهيم القياديه هي مفاهيم تخترق الزمان والمكان والشخص يصبح خادم للمنهج وخادم للفكره وموش هو الشخص المحوري واللي هو إلهام ولست ادري من العناوين اللي <applause> سمعتها اليوم نقص فيها فقط في الاذاعات رضي الله عنه او ربما استغفر الله العظيم ليش وعليش شنو أخر. شنو اللي قلق في الحكايه هذه شنو اللي قلق انه التوانسه جزء كبير من التوانسه متعلقين ببورقيبه كزعيم ويعتبروه رمز ويعتبروه رمز معنوي كبير وشاهق وعالي علاش شنو المشكل علاش علاش الحقد هذا الكل تحكي بحقد في... كبير لا 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 وثم لا لا ثم محاولات لا. ثم لا كلمة ثم كلمة محاولات تاع اغتيال معنوي البورقيبه اليوم وهي محاولات اغتيال تقريبا فاشله لانه بورقيبه في ذاكره وقلوب التوانسه وفي التاريخ عصيه على الاغتيال ولكن مثل هذه المحاولات متكررة لإغتيال بورقيبه معنويا وتاريخيا أنا قريت لك مقالة في هذا كتبتها سيادتك لكن ما إغتيال معنى هذا هي حكم على لا أحد فوق المحاسبة مم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل العظيم العبقري في الحكم قال لا خير فيكم لم تقولوها ولا خير فينا إلا من فما بالك يعني بنظام جاء أي فما يعني فرق لحظة أي فرق؟ جاء وتسلط علينا مم. تسلط قوي يعني يكلفنا ناخذ الجانب الدكتاتوري زواتنا واليوسفين عاشوا مآسي صبت الظلام شاهد اليوم والبيت النعوش في في, بني خلاد الى الان مازالوا يلقاو في مقابر جماعيه مه. ما ننساوش اجدادنا ومنهم من يقرب ما يقربوا منها منها نعرفوهم ما يعني الوسط العائلي وغيرهم ومثل ذلك كثير هذه دكتاتوريه اذا كانت تكلموا على القتل اللي تم في عهد بن علي في الفتره الاخيره في الايام تاع الثوره ونعتبروها رمز للدمويه عندنا 78 ماتوا المئات عنا 87 عنا ايضا لله محمد رسول الله التعاضد في الوردانين اطلقت النيران وماتت ناس الى غير ذلك هذا بكل اذا كان باش من حيث الكم ومن حيث المواجهه الدمويه كانت باش نتحدثوا على ليلى بن علي والعنصر النسائي والعنصر نتاع الكواليس المخابراتي وسيلة بورقيبة كتب كتب كثيره في هذا انها كانت النافذه اللي الفتره هذه ما يعرفش هي تحدد الوزراء هي اللي تفعل يعني هي تقريبا في سورة فتره أخرى. من الفترات سورة في صورة فتره اخرى لا منذ البدايه صورة أخرى لليلى صورة أخرى لليلى <applause> بطبيعة الحال حسب زمان وحسب كانوا فما ترابلسية أخرين وسرقة ونهب وكل شيء العائلة معروف يعني حتى بن عمار زواج بورقيبة معروف ما ندخلش في تفاصيل بورقيبة <applause> مارس معناها في وضعية في علاقته بوسيلة معناها استمرت على حساب يعني مفيدة بورقيبة اللي عاشرته في البداية وكانت معاه سند وثم تركها وكتبت معناها قالت أشعر بالمرارة وبالمأساة موضوع كبير إيه؟ إذا كواليس الحكم موجودة هنا موجودة هنا <applause> ولماذا؟ لأن المطبخ. مش موجوده اليوم اليوم مش موجوده اليوم موجوده, لا موجودة, موجودة اليوم لكن بعد ثوره بعد ثوره على الشخصية تشخيص واضح وباي مم. للناس لأن ما زالت ما موجوده مم. وما اخذنا على الشخص وعلى المناهج هي نفسها مم. تقريبا لانه يعني لحد الان لم نرى من هذه الثوره ما تدعيه وما ما ينتظره الناس، لكن عموما مم. نحن امام تجربه فاشله. اني الخصها في موقف. تجربه بورقيبه فاشله سياسيا تاسيس الدوله تاسيس الدوله من ثمار التعليم و... حقوق المراه خاصه التعليم هونك. اللي كان رهانه وكان ثروته لتونس يعني الامور يعني لا تقاس و... لا تقاس بالمقارنه يعني والدوله اللي قائمه اليوم وركائزها وتاريخها واسسها لحنا. والمدرسه السياسيه القائمه اليوم في الدبلوماسيه الشريد. وفي مجالات اخرى صورونا م. دائما م. م. لولا بورقيبه رانا ما رانا ما استقلناش لولا بورقيبه رانا ما قلناش لولا هذه حقيقه يعني منهج خاطئ لانه يقتل الابداع في الانسان ويخليه يستضعف نفسه ويستثنى نفسه عيب انه نصور تونس فيها من الذكاء وفيها من العبقريه وفيها من الاخلاص حتى لحوة. حتى امريكا اساسا حتى امريكا أسسها شخص, ولو شخص ولو والدول منهج. قادتها زعماء وقادين قادوهم من امريكا الدول الكبرى تونس اخذت من سياقها الحضاري الاسلامي اللي كانت بالفعل القيروان هي عاصمه المغرب الاسلامي باتم معنى ما بديناش من فراغ <applause> انه يجي يقال نحن نبدا من فراغ او انني ساقيم امه ولاول مره في التاريخ تونس تصبح امه دوله دولة, دوله واستعمل كلمه امه ودوله هذا بكل حطنا قدام مفارقه هات نذكرها في مشهد واحد مم. كاسح 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 حلق درجه وقت اللي مشى في مساله الصوم واللي عاش الفتره هذه يعرفها الباهي لدغم في مذكراته باهي لدغم في مذكراته يقول بورقيبة وقت خرج المسيرات والمظاهرات يذهب ويجي في القصر ويقول هالشعب المتخلف اللي ما نوريه في القايلة بين ظفرين قالها الباهي لدغم اللي كان وزير الأول <applause> هذا الموقف يبين مصادمة منهجية من الأصل في العبقري والقائد يأخذ الأمة بمكامن القوة فيها مش يعني يدعي انه يكون يعني عم. خذيت له جمله من الاف الخطاب والمقالات يخرج وال... الطاهر بن عاشور وبنيت له شخصيته الكل على جمله قالها في كواليس في في القصر ما نعرفش فينا ظروف وفينا فينا, ظروف فينا حاله نفسيه وقت اللي خرج الطاهر بن عاشور في الاذاعه باش يأيدوا في مساله انه الناس اللي تخدم زي ما تفطر خرج الطاهر بن عاشور رحمه الله قرأ الآية القرآنية كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العظيم كذب برقيبة وتقصت الإذاعة ووقع له موقع له الطهر إذا كان يصادم في الوجدان العام نتاع الفترة هذيك طبيعة الحال هالمصادمة خلت النتائج السياسية اليوم ماهيش ثابتة مه. حتى لو كان ثم مكسب في التعليم وغيره يتلاشى لانه لم يكن ضمن منهج وسياق تحميه امه وتحبه وتواصل به وتجيب نتائج بدليل بن علي خرج من الرحم هل منهج هذا ورغم, منهج ورغم, ورغم ذلك اليوم جزء كبير من الشعب التونسي يحتفل ببورقيبه كما يحتفل بالكبار والعظماء والرموز وكذا ما نعرفش علاش تزعجك الحكايه ذي والله أو... تزعجني أو... لا تزعجني هي هي ستذهب معناها بطبيعه الحال هي ستتلاشى شيئا فشيئا لانه بطبيعه الحال الناس لا تحتمل الفراغ وتحب دائما الرمزيه ول... لكن ناكد انها ماهيش وجدان شعبي كامل وهذا واضح العيان في هذا السياق يعني احنا امام بالفعل حياه سياسيه كالحه ما عادش عندها معناها دلال رموز وعندها مفاهيم قياديه اللي تخليها بالفعل تولد وتجيب وتنتج ونحصر انفسنا في انت قلت عابره ولكن ما تراش لي عوده اليوم عوده قويه للبرجيبيه كمدرسه سياسيه كفكر سياسي وزاد الوضع الحالي المتردي والاحباط نتاع الناس وخيبه الامل خدم التيار هذا وخدم المدرسه هذه وخدم عوده بورقيبه وعوده البرجيبيين بقوه انا اللي يهمني اول شيء هو منهج الحكم الا يفصل الدين عن الحياه الدين جاء منهجا رب يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سماه منهاج وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلاف على منهاج النبوة سماه منهاج المنهاج هو رؤية كاملة للمجتمع وللدولة تقوم على شؤون الناس إذا وقع استثناء الإسلام من تفاصيل القانونية والتشريعية والتنظيمية ثم يؤتى ببديل عنه وضعي ايا كانت صفته تقدميه وغيره لا يمكن ان يثمر وينتج الحافز الحاد في اي امه وفضلا عن تونس اللي هي يعني لا بديل الإسلام. عن الاسلام والنظام طيب الاسلامي والنظام الديني والشريعة و والنظام الديني اسلامي ديننا المسيحيه وهزنا البوذيه أي اسلامي فنسمي أي ان الدين عند الله الاسلام يعني لا ديمقراطيه ولا جمهوريه ولا ولا كل هذه اشكال الحكم احنا عندنا منها مدونه فقهيه رائعه جدا من اقوى المدونات الفقهيه عبر التاريخ منش من فراغ ولسنا ادعياء فهالامه اللي عندها البديل هذا اللي يوفيها ويكفيها في الاقتصاد في الاجتماع في سائر شؤون الحياه حتى انه قيل في القاعده الشرعيه الاصل في الافعال التقييد بالحكم الشرعي لماذا لم يكن يكون جهدنا الفكري والسياسي هو انتاج المنظومه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه من الاسلام وحطها في الناس تو تجيب نتائج والله ناخذ مثال بسيط ومثالش في هذا السياق الناس الحافز الحاد اللي يخليهم ينجوا ويبدعوا لازم يكون تلقائي ماهوش اداري وماهوش ديكتاتوري قهري هو اللي يخلي بالفعل الانسان ينتج انت انظر حتى في فضلات المناهل نتاع الاوساخ اللي تتحط في بعض اماكن قريبه من ديار اكتب له ممنوع يطيش الزبله يكتب له كلام يعني فيه بعد عقائدي الله يرحم والدين الله لا يرحم والدين من يحط الزبله ما يحط يلقاها نظيفه قال لي بالله قال لي مغلبتهم كان باذي واحد فالناس ثم حافز الحافز هذا موجود وميت وحاضر ومرضي عنه اللي هو الاسلام علاش نقصيه؟ ثم نحطهم ما في وضعية تبعية تحكي يعني على كل شيء إلا عن البرجيبية عودة البرقيبية والطيارات هذه السيترا والبرجيبية اللي عايدة بقوة الواقع يأكد أنه موش 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 وموش وموش ما مش حضور حضوره ما حضور شعبي وما مش حضوره متحفز وما ما عندوش قاعدة يعني ما يكون بديل سياسي ماذا قدم برجيب؟ <applause> كبديل سياسي منهجي يمكن اليوم يقال هذا المنهج في الحكم أو هذا المنهج في الاقتصاد أو ذلك برجيبة مارس تجربة اشتراكية اشتراكيا أكيد. وبعد قال لا بورقيبه معناها بعد مشاف الليبراليه والليبراليه اللي ربما ستتوحش 78 تخرج النقابه الخرجه الكبيره يقع تراجع بتدعيم الجانب الاجتماعي بعد ما ادخلها. إذن اذا ف... هي تجارب اهنيه به. بنت وقتها وما هيش يعني تاع منهج حكم او مناهج بديل حضاري او ما الى ذلك بون غريبه بون هيش غريبه لما حالة معروفين بعدائكم الكبير البورقيبه ولا المدرسه البورقيبيه وكل ما عنده علاقه بورقيبه حتى حتى عيد الاستقلال فيكم شكور فضل الاحتفال به لانه مرتبط نوعا ما بتاريخ برج الرجال يعرفون بالحق وليس العكس الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال هذه قاعده نطبقوها حتى على الصحابه رضي الله عليهم فما بالك باي شخص ولذلك انا يعني كيف نقول الفتره اللي حكيت عليها سيادتك نقع صيف كامل وقت اخبار الثمانيه ونتذكرها ايامات يعني الله لا يعاودها قالنا نستناو الاخبار نشاط الرئيس ياخذ ساعه او و بموسيقى هكا الى غير ذلك أه خلي الصيف يعني أه عيد ميلاد ثلاثة اوت وننتظر الحفلات ومهرجانات في الاخبار وما الى ذلك حسينا بالفعل ان مناش قادين على الابداع وهذه الوضعيه تنجمش تنج... تقول لي حاجه 87 كان طبيعي تنجمش تكل... طبيعي أي تنجمش تقول لي حاجه ايجابيه في بورقيبه ايجابيه ما... ما انا لست مدعو الان هنا باش نقيم الشخص من هذا الشخص اللي يهمني اني انفع الامه م. ونفعل بلد في السياق الحضاري ام لا وفق المقياس نتاعي اللي هو الاسلام ونتمن... ذلك قام بعمل يعني عمل لانه تعليم ومن هنا هذه اعمال وقعت ونرجع على لكن... الاقل انك تقول الله يرحمه يعني ما تحطنيش في السياق هذايا انا, أنا كل في... في... هو في... كل من منها منها, منها انتقل لجوار ربه هو امره بي... مكول لربه منها ما فيش حتى شك من حبش ندخل في الموضوع شخصيا بي... حقدك حقدكم على بورقيبه استمر في حقدكم على البيجي قائد السبسي القادم من تلك المدرسه ومن تلك المرحله اليوم تصريحاتكم الكل حاقدة على سي الباجي قايد السبسي في نقدكم الحاد في نقدكم اللاذع في تهميشكم لي في تدفيهكم لمواقف وكل ما يصدر عنه يعني وكأنه امتداد تعتبروه امتداد لتلك المرحلة ولتلك المدرسة زائد حاجة أخرى زائد انتهازية معناها من أعلى تراس هذا الرجل تحديدا م -م. دخيل على الثورة والأسف الشديد بكواليس غامضه في البلاد متحكمه في الحياه السياسيه فجاه لقيناه في الحياه السياسيه كان يعني البعض اه دخيل على الحياه السياسيه في فتره كان خارج من الحياه السياسيه ولكنه في إيه لكن عنده تجربه وحنكه كبيره في السياسه تجربه وحنكه هذه يستعلوا بها علينا يستعلوا بها علينا فهمتي وليس الامر كذلك لانه المساله في ان هذا الرجل نأخذه صعب المقياس الاول بورقيبه يتكلم هذا الرجل ترك بورقيبه وبورقيبه مجله ليدرز اخيرا هبطت رساله بخطيه بورقيبه آه آه يقول فيها انه كان في وضع السجين وعليه ما عليه هذا الرجل الذي يقول ليتني كنت قطعه من جلباب بورقيبه معناها السبسي لم يتحرك ولا تحرك رمزي ولو رمزي ونأكد لمناصره بورقيبه حاسبوا بكلامه هو الوحيد اللي تحرك هو محمد صياح اللي بعث نعم. رسالة يطلب فيها الإفراج فهذا على بورقيب يصبح الآن يتكلم بورقيبية ويأخذها ويزيد بها فقط فقط ليضادة يعني طرح الموجود في الساحة اللي هو خاصة عنده صفة إسلامية ونأكد صفة مجرد صفة به هذا هذا لا هذه انتهازيه عاليه الشعب مه. يبحث عن طمانينه عن مبدئيه مطمئنه مه. فيجد هذه المواقف التي تتبدل نعطيك مثال اخر الانتهازية ايد النهضه ومشى الامريكا عملها تسويق لم يقوم به احد كنت وعدته بالرئاسه فلما تغيرت المشاورات من اجل الرئاسه مه. مه. طلع ولم تكن بدون رصيد منذ الشاك بدون رصيد منذ الاسبوع الثاني لتشكيل الحكومه وقال كلام معناه لاذع ما يبين ان المساله مساله انتهازيه اي انتهازيه متبادله انت... هذه انتهازيه انتهازي. انا هذه انتهازيه متبادله لكن لا ليه انك تولي تخرج من مدح وكذا مش انتهازيه من مدح فقط ولكن من... هذه صفقه كانت صفقه سياسيه يقولو... بين النهضه والوسيل البيج من مدح وقدح أه؟ كذب مرتين في مدحه وفي قدحه مه. وهذه الواضح ولذلك احنا نلاحظ الان ثم هذه الدرجه نتاع الاستعلام مه. الرجل حتى في التعامل مع الاعلام شفناها وني يستغرب الاعلام وقتها لماذا ما نوقفش الوقفه الكاسحه اللي يلزم يقفها مه. يعني استهتار بالصحفيين كانه يعني هو الاب الروحي وفوق الجميع اعطاه نفسه صفه لم يعطيها له الناس مه. لا لا لم يعطي له الناس اليوم, اليوم سي عنده تحدث بقا عن بقا رجال الامن اه؟ تحدث عن رجال الامن اذكر يعني بالفاظ كي كنت تحدث فتنه في البلاد مم. وبالحق يعني جانا ربي من ضعيف فتنه قروده وكرادن ولست ادري ولا كذا ومهما قال على القل فهي ما تليقش بالسياسي يا, الرجل... يا اخي اليوم رئيس الجمهوريه استعمل كلمه جراثيم زاد السياسيين كل حق. عندهم زلات عندهم زلات بصدد الحديث عنه عندهم هذه اكثر من زله هذه منهجيه ولذلك أن نقولوا احنا بعد الثوره راهو ثم الدرجة نتاع نضج غير السابق كل من يتصور انه ياخذ هذا الشعب عن حين غره ولا غفله ولا بمجرد تمويه ولا بشبيه الحقيقه ولا مثيل الحقيقه والا في صف الحقائق راه ما يوصلش اليوم ثم قانون اسمه قانون تحسين الثوره فوجئنا بالنائب سامي عبو في المجلس التاسيسي تقول انه قانون تحسين الثوره اللي يقصي كل المتورطين مع النظام السابق او مع التجمع يمكن او اقترحت انه يستثنى منه سي قائد السبسي بحجه انه قام بدور تقديرا وتكريما لهذا الدور اللي قام به بعد الثوره في تكريس الاستقرار والمرور الى الانتخابات ودور اعتبرته دور وطني تكريما له يلزم يستثنى من هذا من هذا القانون القانون الاقصائي والله هذا منها مثال اخر لهذه التدافعات هذه والمقايضات والانتهازيات سامي عبو بعد اغتيال شكر بالعيد تقول كلمتها المشهورة أنها تتهم نداء تونس اتهام يعني مباشر حتى أنت أخير. قلت لا حتى, حتى, حتى أنت قلت, قلت لا, لا, أستغرب لا قلت لا أستغرب في إذاعة قلت لا أستغرب لا أستغرب مش يبدأ كلامي دقيق تورط الباجي قايد سبسي حتى في اغتيال شكر بالعيد لا ما, ما مش بالصيغه هذه وانما لا هذه انا هي الصيغه سمعتها وموجود عند فرق بين الاستنتاج السياسي اللي هو يقعد سياسي مم. ويخلي معناه لينيونس يخلي الفويرقات اللي لازم لانه السياسي من حقه ان يقفز للنتائج وفق رؤيه مع دائما التحفظ هي اتهمت سي ديريكت مباشره ثم هذا الكلام يبين ما بين هذا وذاك صفقة وصفقة ويقال أن الحزب اللي ورد تشكيله سيعطى له حظوة ويعطى له تأييد وغير ذلك وهذا يخلي الرأي العام بالفعل يتساءل يعني أنه هالثورة تركت هي ومنها شعبها منها جانبا والناس تعاطى في السياسة على مقاييس أخرى مقاييس الانقضاض على الحكم مهما كان الأمر عنوان الثورة غاب سامي عبو معناها نعرفش يعني شنية جدارتها السياسية في البلاد فعلاً هي قالت ما عرفت السياسة الا كي راجل يشد الحبس نزلوا في القفه مم. هي قالتها قالت وقتها ايه. نعرف ايش فما وعلاش هي وكذا اي ايه. نوع فأليوه. نوع من النضال أنه, إنه زوجات المناضلين مناضلين مناضلات ايه يدخل زي يدخل ليه عائلات المناضلين وانت تعرف اكثر مني كانوا مناضلين نضالهم يتمثل في الوقوف ما الى جانب المناضلين ما نجيب امي معي نحطها في انت مستشاره امك وقت اللي تتحمل انه ولدها في الحبس وتتحمل وتمشي له هذا واجب انساني هذا هذا ولكن زاد زاد فيه نوع من النضال الدخول في السياسه وبهذه القوه وبهذه العلويه لان قالت كلام كثير يعني <applause> فيه مناه دغمائيه الى غير ذلك هذا لابد من التحفظ فيه م. ثم هذه الصراعات موجوده في المجلس التاسيسي الان في الفاظ من هنا وهناك تبين من الفاظ قبيحه بيه. احيانا انه المساله يعني نمشي للاتهام نتاعك انت اللي هو اتهام زاد قلت لا استغرب تورط سيلباجي في عمليه الاغتيال منين استنتجت آه هذا؟ ما قلت سيلبيجي. انا قلت سيلباجي انا قلت ثم جهه انا دائما لي منهجيه في التصريح انني قلت هناك جهه متحدثة والله في إذاعة إكسبريس اف ام كلامك مازال مسجل سيدي. لا, لا. لا بالكلام قلت بالتسمية. فهمت لكن السياق هو موجود هذا. التسجيل بالتسمية لا استغرب باش نبدا دقيق وأمين في, في نقل الكلام ما, ما, ما قلتش عادة حين يقع وبيش. حدث ينظر فيه إلى معناها متهمين افتراضا أو عليهم درجة شبهة. من الظن من الظن هذا في القضاء عنده ألياته في السياسة عنده آليات أخرى في السياسه هو وجود قراءة قوليه وحاليه تسمح لك باش تذهب دون ان تسمي يعني تقول هذا مجرم كما البعض خرج على البلاطو مباشره وقال فلان الفلاني متورط في, في كذا, <applause> كذا. <applause> وانت ما تمشي تقرا عائلته ولات مهدم. ما يتقالش هذا الكلام وانا ضد هذه التصريحات اللي تستهدف اشخاص بالاسم يعني مش غير غير معقول وقت اللي تقول لا, لا لكن المساله حين رايت باجي قاضي السبسي يخرج خرجه قويه في البدايه ويقول لابد من غلق مجلس تأسيسي واعتباره كان لم يكن وحل الحكومه وسننظر بعد في ماذا ماذا نفعل في وغيرها هذا الكلام هو يعني سياسيا هو انتهاز للحظه هاللحظه اللحظة اللي قفز عليها وبسرعه ودون تحفظ يبين كانه اللي وقع يخدمه بطريقه او باخرى يخدمه وهو ايجاد انقلاب سياسي يعني اختيار شكري بالعيد انقلاب سياسي يخدم سي سي حزب عنا سي باجي انقلاب و... سياسي نعم وطموحات خرج البل... واحد من اذا تونس ايه؟ في التلفزه في حنا بعد تحديدا ايه؟ قال الان شرعيه الدم شكون الحضور شكون سي بنتيش اه سي نادين بنتيش هو ايه؟ حتى انه المذيع قف معاه وقف التحفظ يعني قال, قال, انا الان مع شرعيه الدم قال الان ما عاد يعني اه. شرعيه نتكلموا لانه كانوا على شرعيه الانتخاب قال الان اصبحت شرعيه الدم مم. وهذا الكلام شرعية الدم وفي اليوم الثاني أو الثالث بعد الحدث يسمح لي أني مش بي... ثم سياسي مم. قاعد ينتهز في الفرصة إذا هي تخدمه مم. أو هو ما هذا لها لست ادري باي م. طريقه لوجستيه م. ولا غيرها ولا ايه. لان المساله معناها واللي على الاغتيال في المنابر نتاع المساجد وفي المساجد نعم. وفي الخطب نتاع الجمعه واللي دعاوا للقتل في الخطاب السياسي الديني كذا وكفروا الناس هذوما مش متهمين بقتل مساهمين في قتل شكري بلعيد اولا اغتيال شكري بلعيد منكم اكثر من 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 اللي تتهموا فيه دخلنا في عنصر اخر ايه. الاغتيال وانا تحديت في الندوه الاخيره ان يفصح عن من اغتال شكري بلعيد وانا اتحدى واكرر هذا التحدي لان التحدي عملي معروف هو حتى يفصح عن الاغتيال لن يمنها يفصح عنه هو معروف معروف هو معروف معروف شكون الجهات الرسميه معروف وانت تعرفوا ما تحبش لا انا لست طرف قضائي ولا امني اي ولكن تعرف عنده معلومات كهذا ملف ملف مخابراتي بامتياز والملفات المخابراتيه يعني جريمه دولة الدوله تصبح موضع مقايضه ما بين جهات اي صحيح ما بين بين دول ما بين دول وما بين جهات م. ملف بملف ضغط بضغط ما تقولش لي اني عند هذيك ملف يعني والجريمه الدوله هي في النهايه في الحجم الدوله تتحمل والسلطه والحكومه تتحمل المسؤوليه مش في هذا فقط وقلت في اكثر من مره عدم الافصاح على المعلومات تهم الشان العام مع وجودها وتوفرها هو تكتم على عندك انت دليل على على... انه ثم معلومات موجوده ميفيه. عند السلطه عند وزارة الداخليه مثلا نعطيك مثال بعد العبدليه بعد العبدليه وكل احداث وكل الهجره اللي وقعت الكبيره يخرجون الناس من الحكومة مه. ويقولوا ثم رجال أعمال عندهم ميليشيا هبطوها القيام بأعمال منظمة وما عرفناش كونهم رجال ثم العمال. بعد ذلك مه. يغيب العنوان هذا لأن الرأي العام ينسى فيسا أو يحب مه. ينسوه أين منهم إذا ثم أعمال مدبرة مه. وبالحجم هذا وتوصل فيها الدم وفيها القتل مه. ثم رجال أعمال أخيرا من الرجل أعمال الموقوف وقالوا عنده شبكة إلى غير ذلك دمق قالوا اعمال كبيره ذات حجم وما فيها سياسه وغير ذلك ثم الملف اذا كان بالحجم هذا يريد تخريب بلاد وما ذلك ثم لا يفصح عنه لان ثم المعلومه من رأي العام مم. مم. هذا بكله يبين أن مم. ثم اذا المعلومات والمعلومات الحساسه والخطيره لكنها تحت تتحول الى سفرات. تحت وصايه مخابراتيه نعم عنوان مقايضات مم. يا أنت تتهم دولة معينة باغتيال شكري بالعيد بالضلوع في اغتيال شكري بالعيد كما قلت بينما وزير الداخلية السابق وهو رئيس حكومة حاليا اتهم تيار ديني متشدد والله صراحة وفي ندوة صحفية ات تصريح الوزير الأول ايه؟ جاء في عشية الإعلان الحكومة وهو خطاب موجه للخارج لجهة ايه؟ أنني لن أثير ذلك الموضوع الذي تتوجس من اثارته ويغير المعادله السياسيه مجرد استنتاجات هذه ما عندكش معلومات لان ما اعلن عنه غير مكتمل مم. هو ذرامات عمليه تمثيل الجريمه كل الخصين يعرفوا انها كانت مهز الفاعل الرئيسي والمفترض انه رئيسي اين هو مم. ثانيا في العمليه المخابراتيه ثم ما يسمى بالتضليل العمليه الشكليه الظاهريه مم. والعمليه الصحيحه تمويه تمويه ثم التمويه ثم الصحيح. مم. السياره كانت تعدى ست مرات تقريب قدام الكاميرا باش رقمها وهي تحيل على جهه سلفيه مم. أه؟ يريد بالبيست هذا باش يذهبوا فيه باش يقع الموضوع يقع دائما في, في حجم الصغير في حجم الصغير وما بدليل انه حتى المقربين من شكري بالعيد ما اقتنعوش الروايه هو, هو, رواية هو المتهم الجاهز هو السلفي وللاسف الشديد المده هذية معناها اصبح عنوان مم. احنا نشوفوا البلاد رايضه مثل المده هذه لكن دونك الاسلاميين تبرئ الاسلاميين ومنهم السلفيين شكري بالعيد قد يكونوا متورطين لكن اداه ما يهمنيش الاداه آه. نجم نحط حتى شخص عنده اغراض عائليه احيانا في جريمه من هذا القبيل مم. مم. اللي غتال قالوا احب طفله ولست ادري واحمل محاولة شكون الدوله اللي يحب طفله لانه يحب بين اللي من شده منها انه منها حب لها باش يقوم بعمل كبير وهذا كلام لا ينطلي شكون الدوله اللي تراها ترى انها متورطه حسب معلوماتك وحسب والله في, أنا في اختيار أنا أنا شكري بالعيد انا اشير ولا ادل على المساله ولكن نقول لمن تشير الان م. علينا ان نتحمل مسؤوليه كل ما يقع ما عادش الحدث اللي يقع ويقع تجينه م. اليوم كل شيء موضع مسائل يعني أه يعني وزاره الداخليه تو تعرف شكون قاتل شكري بالعيد ولكنها ما قالتش عليه والله أدل المخلصين انهم يخترقوا اذا كان ثم معناها في مقايضات وكذا اي في اي موقع عند ثم الواحد يعطي لأن الحقيقه لانه الحقيقه يجيب الحق موجوده الحقيقه الحقيقه موجوده متوفره موجود. حاليا الحقيقه موجوده ولم تظهر قالت المخابرات الجزائريه قالت المخابرات البلجيكيه انها لها الملف الكامل الاغتيال ولا يتصور عمليه تم في مثل ذلك المكان وبتلك الاليه انها معناها في الغابرين والفاعل الرئيسي يذهب يعني ثم مساءله يعني يعني يع... الخبي والخب اذا في النهايه انا اللي يهمني في الاغتيال هذا والاهم مم. مم. مع هذا الدم السائل الاصل فيه معناها في معناها الجريمه الاولى الجريمه الكبرى اللي هي الاختراق مم. اذا كان البلد مخترق لهذه الدرجه مم. رجال اعمال كما قالونا وراهم ربما جهة دولية يحرك لي شارع ويقلب لي وضع سياسي اثنين اغتيالات وما الى ذلك ثم لا وجود لاراده استعمال المعلومه فضلا عن استعمال القوه حين تجب القوه فضلا عن استتباب الامن اذا نحن نقول في مهب في مهب عائلة, عائلة المرحوم شكري بلايد التهمه الجاهزه نتاعهم هي الاسلاميين اتهموا ديريكت وسموا اسامي تاع اسلاميين اتهموا حتى حركه النهضه بانها متورطه في دم شكري بلايد والله احنا من فضل ربي قمنا باعمال كبيره ذات حجم كبير <applause> بالحق يعني حركه الحياه السياسيه منها ما قلنا عن شكر بالعيد وبعدها تحركت وغيره عملوا ندوات صحفيه وبداوا يعلقوا احنا اللي يهمنا في الامر معيش التصريحات الجاهزه اللي يهمنا هو المنهج <applause> هذا يقول هذا يقول هذا يرد عليه ماهيش القضيه غادي القضيه انه ثم اختراق والاختراق واضح وجلي وعيب انه بعد الثوره لم تفكك ولو خليه مخابراتيه في تونس كان في امن وامان شبيك هربت من السؤال انا قلت لك عائلته اتهمت الاسلاميين مش سميت من تعقيدين في حركه النهضه النهضه اي و... النهضه النهضه, النهضة اذا كان البينه على من ادعى واليمين على من انكر اذا عندهم في هذا قرائن الاصل فيه القرائن تاخذ شكلها الرسمي. وتتقدم اما اذا كان يكون استنتاجات سياسيه او غراض شخصيه او ما الى ذلك هذا ما في التفاصيل ليس مم. لي ذلك لكني في الحالتين اللي قالوها هذه ولا الحاله اللي قلتها هاني اذا ثم توظيف سواء بطرف من السلطه او بطرف متحالف مع خارج مم. في الحالتين اختيار قريت لك تصريح مثير برشا مش نرجعوا به شويه قبل ما نتعداو الموضوع اخر سي قائد السبسي يعيش احد مراحل مرض الزهايمر تصريح لسيادتك م. يعني ترى انه تصريح لائق انك توصف رجل بالسن ذاك وكذا بالزهايمر مرض اه مرض خطير يعني هذا والله تعتبره اه تصريح اخلاقي سيريده مع احترامي ليك اه يعني خطاب سياسي لا, يعني. لا هو خطاب سياسي زهايمر هو المقصود به فقدان السيطره على الوعي جزئيا او كليا فهذا م. الرجل تشكك في ما يعني لا مش ما تدخلش في المسألة دائما الشخصية، أنا يهمني في التصريحات، م. التصريحات تصريحات المتهافته تصريحات اللي بالفعل أربكت وزيد نأكد قام بأعمال هذا الرجل ثورة مضادة في فترة حكمه والآن بدأت تتبان، أخيرا معنا بعض الإتفاق الإمضاءات صح عليها نارخ بعد الإنتخابات بنهارين، م. كأنه يعني توريط السلطة فيما بعد أو لفرض أمر واقع، يعني واضح الدس، هذا الرجل في ذمته أعمال لا أخلاقية ضرب اولادنا في القصبه وقت اللي خرجوا ودخول المسجد دم سياله يعني في في المحراب والجامع تو مسكر الى غير ذلك هذه اعمال بكل رأي ما تنساش هو مازال يحدث فينا بلغه يعني الحكمه ولست ادري كانه الضرب هذا صار حتى بعد حتى في فتره حكم النهضه صار ضرب في سليانه في بالرشوش في كذا مرفوض في سلفيين ماتوا في السجن مرفوض هذا مش مرفوض فقط هذه جريمه هذه جريمه علاش تخص, تخص به الباجي قائد السبسي انا سؤالك عن السبسي ولكن, ولكن في لا 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 وحتى عن يعني النهضه قلنا ما لم يقوله مالك في الخمر. فهمتي؟ نحن نحاسب واشداء في المحاسبه ونصدق الناس والكاذب والصادق دائما لا يكذب اهله ولا يغدر بهم. مه. نحن في هذا السياق ما عندناش حتى تحفظ، ما عندناش تحفظ لكن السياق اللي سالتني عليه سيادتك هو هذا اللي حبيت ناكد عليه. هو ثوره مضاده وكذا والعبارات كل ذيك السلبيه، باش تفسر انبهار جزء من التوانسه بشخصيه الباجي قايد السبسي بالكاريزما نتاعو بما يسمونه هما حنكه سياسيه او دهاء سياسي باش تفسروا هذا الراجل اولا في صبر الاراء معناها شعبيته ساعده الحزب نتاعو بريسك بدا يحتل المرتبه الاولى وحده حسب معناها استطلاعات الراي باش تفسر هذا الكل يعني والله ثم جانب اه اه نفسي انا كنت أنا قد ما نكره معناها سياسه برقيبه بطبيعه يعني الحال الصغيرة انا صغير تربيت على فضل ربي والوالد الله يذكره بالخير يعني حطني في السياق الصحيح بقدر ما هذا كنت نتفرج في تويت الرئيس الوالده تقول لي يا وليدي ما تحبوش وش بك وجيت ثم جوا تاع خطابه ولست ادري هكا والجانب وتحب تشوف شوف و... وعلاش قالها في الفتره هذيك لان توجه الرئيس مربوطه بحدث وقع في البلاد فك الفتره تربينا عبد العزيز العروي زاد الله يرحمه معناها احنا راهو ربونا في اجواء يعني في غايه في السلبيه يعني احنا في حاله تلقي في حالة في مثل هذا كيف يظهر شخص هكا مكلماني وشويه نكته وشويه كذا يعطي كاريزما كاريزما لكن هذايا نيسيسير مي باس فيزون ضروري لكن غير كافي لانه يعني العبره انك باش تقود مرحله وباش تقود امه ويبحثك على اخلاص ويبحث على صدق ويبحث على تضحيه خاصه بعد الثوره العناوين هذية ما نتصورش البجيك السبسي عنده منها اليوم زاد ما منها جزء متوانسي يفركسوا على صورة السياسي على الصوره الصوره اللي تعودوا بها نتاع السياسي السياسي اللي عنده شخصيه كاريزماتيه اللي عنده ناس. حضور اللي عنده اناقه في الحضور اناقه في ما ننساوش ما ننساوش انه, في أنه ثم حس ثوري زاد اضيف الناس ولات بالفعل تعتبر ثم شيء وقع معه القطيعه ويبحثوا في الجديد رغم التعثر رغم الطول رغم كذا الا انهم ما يحبوش يرجعوا للتالي لذلك هذا يقيس به كل سياسي يظهر ثوري ما هوش ثوري يخترق الزمان والمكان برؤاه عنده بديل ولا ما عندوش وهذا زاد قاعد تقاس الناس ماهيش ثم ناس يحبوهم في الكوره يحبوهم طوب لكن كيجي في السياسه ما ينتخبوش الناس ما تبحثش على انه يحبوا وما يحبوش والا انا حكيت لك على استطلاعات الرأي ونتائج استطلاعات الراي في تونس اكبر مغالطه وناكد هذا هي لصنع الراي وليس لصبر الراي اولا هي ليست من الحرفيه بمكان هي في في امريكا وفي غيرها تحفظات شديده وقعت فضايح في انتخابات رئاسيه ذات مره وقامت الدنيا ما قعدتش معناها تقوم اين المقاييس العلميه التي وفق يتم هذا الصبر طرح السؤال بمن يتصل الصيغه ثم الامانه ايضا في النقل بالهاتف قاعده تتم هاتف يعني مم. بنتي كلموها مره وقت اللي جاوبت كلام انا قص ما كملش معها لانه كانوا مقيس وهذا بكل الجهه اللي تاخذها الجهات والشريحه العمريه ولذلك نتصور يعني ما نغلطوا الراي العام بهذا صبر الاراء ونعتبره تونس ما زالت ابعد ما تكون لا ولكن الصبر. حجم نداء تونس في الساحه اعلاميا ماديا الامكانيات الطاقات الحشد جماهيري. ما يدلش على أنه حزب ينجم غدوة يتولى الحكم تونس هو صيحات مم. ومنها أكثر منه منها ضجيج لأنه يقايم مصر. على الناس يس... يعني ن... 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 يساريين مم. ناس يساريين مغلين في اليسارية قرأوا معي في الجامعة مم. يعني يساري مارسي يعني بمنها منهجيا مم. يعني في الأقصى آه ناس يعني يقولوا برقيبين ناس يعني واقعين ناس م? كانوا متخنقين مع السلطة السابقة بشكل ولا بآخر كما شخص أشرف على الانتخابات نتاع 94 و 99 و 2004 سمس مرزوق في أشرف على الانتخابات من الانتخابات في الانتخابات الرئاسية والملاحظة أنها من جملة في المجلس العربي حقوق الإنسان ومن جملتها الملاحظه جيده وكذا مع قليل من التجوز. يعني تقصد تقدم شهادته في الانتخابات في فاز فيها علي بطبيعه الحال عندك دليل يثبت هو طرف في هذا كان في في الجامعه العرب في عفوا الهيئه العربيه لحقوق الانسان م -م. هو في الـ 94 99 2004 و2009 موثق لذلك احنا ما نزيدوش فلذلك هو خليط في النهايه ايتروجين هو مفاهته هذه أو قالوا له في بلاتو تاع تلزه ومفاه الان ما عنده حتى علاقه بالانتخابات قال, مرة. قال ما عندي حتى علاقه بالانتخابات الرئاسيه في تونس في عهد بن علي لا لا. قال ما عنده حتى على جل الامضاءات موجوده وكان طرفا فيها ولم ما عندك يكن وثيقه مضادة. غادي في الكنس تاع الملفات ما عندي كنت ملفات في اشياء اخرى مه. ولكن هنا راجعتها مفصله بالتواريخ التي ذكرتها لك وعلى كل حال شفت الامضاء وشفت الشهاده وش ليس مع زيد وعمر اي لا لك ما هو حق ما هو باش نعرف هذا اذا كان ما جاش في الصفه هذه جي في الصفه الاولى انه يساري يساري ماركسي معروف في الجامعه معناها اليوم تحدث على باللغه البرجيبيه ولغه كذا يعني ما اكيد مش اللي يفوت مرحله لازم عنده منهج وعنده تبني يعني وعنده اخر سؤال ي... على على نداء تونس خايفين من انه نداء تونس نجم يشد الحكم غدوه خايفين من السيناريو هذا تعتبروه نهايه الثوره لو شد الحكم اكيد ابو اكيد 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 وهذا يخطر كبير ياسر منهجي لو كان معناها هو اولا ما, ما يتمش علاش حالة... ما يتمش حاله الصفاء علاش ما يتمش تونس هذا ممكن ثم عبقريه في تونس رائعه جدا <applause> يعني الشعب اللي تصوروه من سرخ ومسخة وسي يعني واصبح مستثنى ظهر منه من رحمها الشعب بالفعل هالثوره اللي اعطت مقدمه بدات في سيدي بوزيد الان في دمشق بشكل يعني رائع فيه درجه من الذكاء بحيث يدرك ان التاريخ يعطي فرصه راهي ما لذلك الناس يعطي فرصه؟ اعطانا فرصة, فرصه فرصه, فرصة نداء تونس هو التجمع هو شكل من اشكال اعاده <applause> <عطل> الانتشار <applause> ثم كنشوف أن البجك هذا السبسي أخيرا في البرنامج الأخير في قناة <applause> يذكر سي عبد الرف العيادي بكلام يعني ولا أقبح <applause> وما يليقش هذا باش يعاملني اني يعني غدوه مثال قال قال مارك ثم مارك مع الاعتذار على الكلمه آه وقت اللي غير بعض وزراءه في السلطه قالوا له كذا احتجاجات نتاع ناس ومازالت الثوره وقت حتى حتى, رأ... رؤوف العيادي استهدف الباجي قايد السياسي بكلام بكلام قوي شوي اش يقولوا بالمقابل مه. وقت يقول اني مش باش ناس صبعي باش نستاذن نبدل ونبدل وقت المحاسبه على من حط في وزاره الداخليه ناس محسوبين على التجمع من حق الشعب باش يحاسب ومازالت الثوره ناضجه من انتم قال اني ماني باش نرفع صبعي في لغه استعلاء لا قدر الله لو تولي حكم هذه باش تولي ديكتاتوريه باتم معنى الكلمه اليوم عندها مساحه عالميه ومساحه استعراضيه غدو تولي عندها مساحه مساحه الحديد والنار مساحه الفعل والانجاز إيه؟ وهذا يختير خاصه في السياق يعني يعني لو كان صار هذا ما لكل زمن الرجال لو كان لو كان صار هذا لو كان يصير ما تقبلوش نتائج الديمقراطيه تقلبوا عليها بالنسبه لو كان يصير ويسعد نديت احنا مقياسنا الساموش ماهوش الديمقراطيه احنا, أحنا مقياسنا الديمقراطي. ثوره الثوره تطلب انت التاسيس لا, لا انت اليوم اليوم مريت الثوره مش الثوره هي آه. مرجع ولكن انت اليوم مريت الدوله نحكي على دوله مش على ثوره دوله عند فيها انتخابات فيها نظام فيها قوانين اذا ما تحترمهاش حاجه اخرى ولكن ثم انتخابات انت جيت بالانتخابات اليوم ما لما ننقلبوا على الانتخابات م... اذا اذا سعَدني نداء الان نس... اللي واقع هون نعطيك تشخيص الواقع فيك أنا ثم تعبيره رسميه م. متمثله في التاسيس يوم تابعوا والتعبيره الرسميه هي متاع ناس راوها هي تمثل الثوره م. احنا في الصف الثاني راو الثوره منتوج سياسي وحضاري رائع جدا مازلت فما ثوره هي معناها ما مازلت تغلي لوطه في القاعده مازلت في, في جزء معين اسمع انت قلت صار لها براكاج الثوره لحظه, لحظة. السكوت ليس دوما علامه الرضا مم. قد يكون علامه القهر مم. الناس مقهورون ولكنهم يحتفظون بحقهم في الرد ومحبطون ولكن يحتفظ والدوزيام النفس الثاني اللي يقع دائما الثورات هو قيد الانجاز اللي, 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 اللي يفشل في الحكم سيما. اللي يفشل في الحكم ماهوش من اعداء الثوره من اعداء الثوره مم. الثوره هذه جات باش ترجع الامانه لمالها والامانه هذه بالنسبه لنا احنا بتصورنا هو البلد تونس هذه بلد اسلامي باش يسترجع مفتوكه منه بالاستعمار بعده تفرض علينا نظام علماني مقيت يفصل الدين عن الحياه بل يزيح دين الحياه يعني اليوم بالنسبه لنا احنا الاصل ان يطبق المنظومه الاسلاميه في ابهى صورها وتاخذ فالوحده العربيه والاسلاميه توحد المنطقه وتخدم على مشروع حضاري كبير لانه الاتي انا نشوف أكبر فيه المشروع الحضاري في السودان وفي افغانستان كمثال نظام اسلامي ودوله اسلاميه شفنا سرذا انتحال صف هذاك شفنا انتحال شفنا. انت شفنا التقسيم شفنا نعم. الفقر شفنا الميزيريا نعم. شفنا التدخل الاجنبي شفنا كل اشكال الميزيريا والتعاس هذاك سي سمير انتحال صفة واللي انتحل الصفه ما ياخذش الاسم الحقيقي اللي أنا لا. هو النظام الإسلامي اللي في العالم ليس كان كان, كان, نظام كان عنده كان عنده إشعاع كبير ليس ونجح واعطى المثال وأعطاه القدوة أنا هو؟ لحد الآن الإسلام غير مطبق ليس له نقطة ارتكاز ب... تح... تحب تبدأ بي في تونس اليوم فلتكن تونس كما م -م. كانت البادئة بالثورة فلتكن وهذا سيكون الاسد بن الفرات 213 توفي رحمه الله يعني انطلق من القيروان مجاز الباب الى ذلك حاصر صقليه تبدا هذه عندها تاريخ مم. فعل في تاريخ ولذلك احنا امام مم. امام متاح تاريخي كبير مم. وتونس والله يؤكد بانه يمكن يخرج منها عكس ما يتصور انها ترضى بالقليل والحد الادنى وتختار بين السيء والاقل سوء باش تختار ما بين الحسن والاحسن مم. به حاجه يلزمها توضيح يعني ما وضحتهاش نداء تونس اذا سعد على الحكم ما كنتش تقبله نتيجة. النتيجه بطبيعه الحال احنا تعتبرها ثورة مضادة يلزم الثورة ضدها هذه ثورة مضادة وهي ثورة مضادة وحتى القائمة الآن لابد من محاسبتهم بالثورة حتى على صيغ الحكم هذه لأن صيغ الحكم موجودة الآن في حالة ارتهان للأجنبي كبير جدا نحن نحن سنخرج عليها كيف ونحن سنخرج ونحن سنخرج بوجود صندوق الدولي اللي جاي لتونس نهار 8 ونهار 12 رئيس فرنسا من هذا الشهر نخرج خرجة قوية ورمزية للتنديد, للتنديد لانه ما يليقش بثوره تبيع نفسها بابخس الاثمان لا باسم الضروره ولا باسم معناها في انتمانها يعني 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 تحب تقول سيريدان تصوروا السيناريو الاسود والمظلم اذا نداء تونس تولى الحكم او فاز في الانتخابات اكيد تهديد هذا لا لا علاه تهديد؟ تهديد طبعا تهديد ما كنتش تقبل نتائج الانتخابات لحظه لحظه عامل الانتخابات جوست باش يفوزوا الاسلاميين الثوره اللي يفوز يفوز من غيرهم علماني لا 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 ولا, ولا مرفوض لا نحن لا معروف احنا يعني مواقفنا من مواقع في السلطه الان معروف هو نفسه الحده هي نفسها لكن هذا المشروع اللي جاي متحفز وجاي معناها مغلغل على مغلغل على هالثوره ويعتبرها هي معناها عمل معناها مضاد للمصالح ناس لانه يعني ثم رجال اعمال وثم شبكه ونجم مغلغل على الثوره وهو شد الحكم بعد الثوره ثم شكول. وصل للانتخابات اللي من النظام الحالي من كان الحال. طرفا طرف منا في نضال او كفاح او في تضحيات من هذا التوجه مم. هي كلها صياغ بيروقراطيه تدعي الخبرة إلى غير ذلك وتدعي الحكمة وتلتقط في أخطاء من الحكومة وتقدم نفسها مشروع معناها الستاتيكو معناها الأمر الواقع الضروري أنت يعني ما متفق معهم في أخطاء الحكومة جكروه. أخطاء الحكومة تبت الحال لكن مم. هو من زاوية لكن أنا مش نجيب الآن يخرج في فرنسا مجلس قاسيبسي يقول فرنسا راضي علينا وهذا شرف لنا إلى غير ذلك أن أي إنسان يدخل تحت الوصاية الغربية معنى بشكل رمزي او حقيقي بالنسبه لي هو عدو للثوره به لون الحوار سيري ذا الحاج نطق الرسمي باسم حزب التحرير ضيف صراحه راحه اهلا وسهلا <applause> سيري ذا أه اتهمت في تصريحاتك سيد كمال طيف بانه من الثوره المضاده ايضا ويقود الفوضى ويوظف السلفيين لارتكاب العنف شنو علاقه كمال طيف بالسلفيين غريب المقاربه نتاعك اه وشنو دلائلك او براهينك او الوثائق نتاعك او المعلومات شنو مرجعها انه متورط في الفوضى او يقود في ثوره مضاده أكثر الكلام على كمال طيف من غير ما شفنا حتى دليل حتى برهان وحتى شيء يثبت ما يوجه إليه من اتهامات واليوم حتى القضاء ايه معناها مخليه ايه برؤو ايه بريسك برؤو ايه ايه أنا لم أذكر كمال طيف إلا مرة واحدة في البي بي سي ايه في البي بي سي بالضبط في, في, وقتها في نوفمبر 2012 في وقتها في نهارتها تقريبا قبلها بنهار طرح انه ثم ثوره مضاده وكمل طيف في الصفحات الاولى. أي. انا قلت قدامنا فوضى الى غير ذلك وثم اشخاص متهمين بكذا فننظر مه. هذا من ذاك. مه. يعني آه 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 ما قلت الان في نفس اليوم تقريبا قبل يوم هاو مطروح بانه اشخاص تقوم بتامر على الدوله. أي. كلمه تامر على الدوله كلمه كبيره ونحن امامنا وضعيات فيها فوضى داخل الدوله قلت الاولى قبل ان يحاسب هذا الفوضويون اللي نجموا يكونوا ادوات ينظر هالجهات المتفاهه في السياق هذا قلت الآن قيل في الجريدة فلان الفلاني أما باش نمشي في سياق نركز على شخص اثنين حزب التحرير بصفة عامة لا يدخل في المواجهات مع الأفراد أو مع الجماعات بأسمائها يبحث في المناهج الكلكم علاش الكلكم كي تطلقوا تسريحات على كمال طيف من بعد تتراجعوا فيها لا وكانكم تخافوا لا لا. او ما تحبوش المنطقه هذيك تدخلوا لا 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 لا, لا, لا كمال طيف أيه. ولا حسن كمال طيف او غيره كلكم تتبرعوا وتتنسلوا ما من تسريحاتكم هو, هو هو كمالطيف. لا لا هو في هذا الصدد خاطر ما, عندك ما عندكم عليه حاجة عليه عليه ما عندكمش قويه ما عليه اسئله من من ابناء الثورة العظيمه العزيزه ناكد اللي, اللي ما زالت في صدور الناس م. وكثيره ومعقوله ومقبوله لان يعني هذا الرجل هو اللي وصل بن علي هو اللي قام باعمال وقعد في الكواليس وكتب الكثير حنا ولذلك محاسبته من ناحيه اولا الفساد راه مش مالي فقط الفساد السياسي اللي هو متمثل في الجهات الاجنبيه ان كان على اي كان مسؤول سياسي كمال ما كانش وزير او, أو م م اللي في الكواليس اقوى من اللي يظهروا معروف عندك معلومات هو نفسه قال اللي كان مكتب وتخرج وزير الراجحي في السابق وتحدث كلام بالاسم قال لا يعين شخص الا ان كمال طيف سيد. اللي جاء الباجي قائد السبسي قال هو اللي جاب اذا هو طرف آه هو جاب الباجي قائد السبسي لل... للحكم سبسي. هو جاب قائد السبسي بعد الثوره دونك اللي يحكم هو كمال طيف فبعدها معناها واضح هذا قالها وزير الداخليه سابق لذلك نحن امام معطيات اذا كان ثم معطيات حساسه وغامضه كما هذه راهو الغموض مه. يصنع دائما الفوضى او يصنع المجهول إذن اذا فنحقق فيه اذا كان احنا قلنا ثوره ونحبوا نرشدوها ونثبتوها اذا مثل هذه المقولات الرائجه والمتواتره ومن حق الراي العام يطرحها والصحافه وغيرها فنحقق فيها لحد الان ما ثماش تحقيقات القذاء مثل الاعمال الذي قيل عنه مثلا ذات مره قالوا هناك شو اسمه نزر العكرمي العكرمي قال قال البيجيك ثم محاولة الاغتيال أو مشروع الاغتيال بيجيك قد سمسي كلام قوي من جهة خارجية جاي يزعزع دول يزعزع وينه ثم ذاب الملف م. نحن أمام وضعيات وضعي غموض إذا كان ثم اختر وإذا كان ما ثماش أخطر وأخطر لأنه استعمال معلومات بالحجم وهذا هذا اللي هذا يقال على السلاح يقال على السلاح اليوم في تونس نعم. كل مرة تظهر أنا مجموعة هذا. مسلحة وكمية نتاع سلاح ثم ما نعرفوش منين شكون يمول شكون يدخل شكون معاه باش يدخل سلاح لتونس هذي كارث هذا ارهاب الناس بالارهاب مم. عنوان الارهاب لاخافتهم انت انت قلت يرضوا بال... يرضو بال... بالادنى يعني يرضو يرضو الامن يطلب بال... السلامه اعطيني السلامه معاش مع عنوان ثوري عنوان واقعي اي ولكن انت قلت ما فماش ارهاب في تونس السلاح هذا الموجود عند عند يعني عن جزء تأه. من السلفيين ما يقال انهم سلفيين تقول السلطه ويقول الامن انهم سلفيين آه يعني هذا مش ارهاب انك انك تكدس السلاح وتستعمل أي إنسان السلاح باش يستعمل في الجبل وفي الواحد وتواجه الجيش وتقتل الامن وتضرب الرسول صلى الله عليه قال من حمل السلاح فينا او علينا ليس منا على مم. وزن من غش فلي غش فليس منا يعني واضحه فاللي بشي عنده مشروع نتاع سلاح في بلاد فيها مسلمين مم. ويعيشوا العيش طبيعي وفي في في درجه معناها في توافق يعني عقائدي م. ما عناش مشكله في, في, حمل السلاح والتهديد به والتلويح به م. م. اثنين احنا اقامه المشروع الاسلامي فيما نتبنى هو عمل صراع فكري وكيف سياسي واقم سلاح لذلك خاصه بعد الثوره م. حتى اللي كان قبل يقول الان ثم متاح وما انفسهم قالوا اذا ثم دخلاء <applause> ثم دخل خاصة كنشوف أني ربما ناخذ حاجة حساسة شوية أبو عياض قلت أكثر من مرة لن نسقط في الإرهاب وإن دفعونا إليه وإن قلت في إذاعة خير معه أنت متعاطف مع أبو عياض أبو عياض في جانب أنه بعد على الجانب نتاع الفوضى وهذاك علاش خرجوه من الحياه السياسيه؟ يهدد في وزير الداخليه ويه... و... و... ويوحي وتصريحاته توحي بانه ثم دوله داخل الدوله وانه اقوى من الدوله. لا. ثم ف... انه يعني ثم دا... انه تو مفتش أنا عنه. انا ادافع عنه من حيث أيك. هو يعني في تفاصيل اقواله انما و... لح... نتحدث الان في المنهجيه هذه. مم. لا أريد, أريد إدخال السلفيين في مشروع الفوضى <applause> ونأكد هذا مشروع أمريكي بامتياز <applause> وكان عندهم فيه نوع من الضمانات <applause> إلا أنه موقعش وتأخر أبو عياض منع برشا أشياء عكس ثم جهات ما زالت لحد الآن في التيار السلفي وتحب تختطفها التيار <applause> ما شابه لاثنية أخرى ربي يستر كما شكون الجهات هذه؟ ما هذه مسألة نظر ثم ناس متنطعة موجود لكن <applause> أبو عياض رفض <applause> ولحد الان عنده مشروع انه ايجاد تنظيم خاطر السلفيين يقولوا التنظم لا حرام <applause> او منه نوع من التحزم <applause> هو دعاه وقال شرعي نجوز ونتنظموا معروفين باسماءنا وب <applause> وكذا هذا <الشريعة وكذا>. <applause> ما يساعدش اذا كان ثم مشروع متربص بالبلاد مشروع فوضى <applause> هذا الشخص ما تخليش فيه لاخر لحظه في اقصائه يبدو ما وش لانه تورط في عمل منا مسلح انما العكس في انه ما مشاش في التيار اذا ثم لا ولكن تصريحات السلطه تقول أنه ابو عياض سبب دخول كميات كبيره من السلاح الى تونس هذا تصريح رسمي والله التصريحات ولات معناها يومية وعادية وما عادش عندها مصداقية، الأصل في السياسي يكون قليل التصريح ويكون تصريحاته بالفعل معناها في مكانها ومحل المتابعة والصحافة مدعوة إلى تتابع التصريحات لأنها كل مرة تصب سطل الماء على موضوع. هنا نتابع في تفصيح. التصريحات ها نعم. قاعد نذكر لك في التصريحات أنت برشا مواضيع طرحت كما قلت رجال أعمال وغير ذلك سفارة أمريكية قالوا لنا جهارا ثم ثغره امنيه مدبره، ثم ناس من الداخليه، ثم مم. جناح حب يسيطر من الداخليه ويحدث الفوضى باش يقدم نفسه ناس سياسيين على أنه هم البديل الامني في البلاد، وهاو اكبر دوله في في, في تونس امريكا معناها وفي سفرتها في تونس غير امنه، وقالوه الكلام هذا، راس الغنوشي نفسه قال، قال ثم جهه امنيه متواطئه، ويني؟ مشدوا حد يقبضوا على حد ما... متواطئه أي. أي. أه؟ مع انه الامن الان اصبح فيه ناس خيرين كثار حب يرجع الامه يرجع طبيعي امه اللي خدمه من البلاد اللي خدمه له عايش وليدي ما تجيبش دعاء شر وكذا ويدخل في وضعيه الانسجام الطبيعيه اللي هو فيني بنبد يحبوا يحطوه في سياق اخر وينهم هذا اذا قال من مسؤول في هذه الدرجه ثم ما نلقاوش المتابعه لهذا اذا الغموض ولا استراتيجي ولكن أ... الغموض ولا استراتيجي أ... أ... ابو عياض اليوم مفتش عنه ومحكوم والقضاء لوجه عليه وهو مختفي وهارب والله مش نقول لك هو يقول لك في القانون حق الانسان في الفرار تحسب بالفرار كما حقه في السجن او الحق السجين حقه في الفرار او الحق السجين شنو علاقتك به حقه في الفرار والله هي أنا مهياض وغيره قمنا بعمل نحن حزب التحرير ما نتكلمش على شخصي حزب التحرير وهذا سيثبت التاريخ في الفترات الاولى لعدم دخول بلاد في حاله فوضى غير معناها غير منضبطه بالتمام ومن جملتها انك تجي تسب الاطراف الاخرى وتهجم عليهم بكل لغة الكائل حي غير ذلك هذا باش يخلي ستيمولوس ريبونس لا شنو علاقتك بابو عياض يعني بالضبط جاوبني ديري السياق, السياق هذا السياق هذا كان اتصال بكل السياسيين واني برطاري اتصلت ابو عياض ابو في احداث نتاع شو اسمه المنوبه مه. وكنت من الناس اللي من باب الارشاد قلت له بالله فكوا الاضراب مه. وقتها كانت فما شكون حب يخزها من المنوبة الباردو من باردو الباب حر من باب حر وتولي قضيه في بالضبط وفعلا هبطت الميدان وكنت بنصيحه لعلي كنت مساهم فيها انه يقع نزع الفتيل فمع كل مره من جملتهم اخر مره كلمت وقت ما خروج السفر قال لي يعني من حبث ان يكون في شرح ببرقيبة ما يكونش سفر خوفا من التداعيات هو ذا راي ليله الواقع مه. فكنت اتواصل في الهاتف نتكلم مع الناس الكل فهذه اريتها بوادر طيبه بتاع واحد يحاول يضبط ما استطاع مع لكن فوجئنا بانه عليها التحفظات هذه بين يوم وليله بين يوم وليله في سفيسه ودار وغير ذلك ما نعرفش اذا كان الحاكم عنده عليه حاجه الاصل فيه يصرح بها مش يجعلها مجرد تهديد أه يعني يعني حسب معلوماتك تعتبره رجل قوي الى هذه الدرجه يتحدى الدوله و والله نقول اذا كان وتعجز الدوله عن القبض عليه او الله. عن محاسبته هي 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 طلعت عجز الدوله بالشدة اللي قتل شكري بالعيد ومش كذا وكذا واني نطلب السلامه للسلامه لكل مم. اللي من شاهد الله محمد رسول الله ومخلص وما يحب الخير للبلاد فهمتني ما نطلبش لكن في النهايه قلت لك ثم غموض كبير واضح الموضوع السلفي موضوع مناه حساس موضوع اختراق وللاسف الشديد مخترق مخترقه السلفيه اختراق يعني شديد مخبرتين مخترقه مع النوايا والكثير نعم نعم مخترقة من مخابرات اجنبية أكيد لأنه أي أي تيار ماهوش مهيمن يليت يلي تكون صريح أكثر وتوضح لنا خاطر هذه معلومات تهمنا كثير السعودية مثلا تحديدا أي السعودية معناها اللي أنت قلت عليها أكبر مصدر مصائب للعالم العربي هي السعودية هي أم المصائب أكيد لأنها تريد إحباطها الثورات وإرباكها قاعدة تخدم على المجال أكيد وقاعدة تمول في الفوضى؟ أكيد لأنها لا تريد هذه الثورات أن تطرق أبواب الخليج ومن ثم ثم شيخ موالي لهم هنا شخص خرج معه في بلاتو من ولادنا جبد السعودية كما أذكرها أنا الآن بسوءها قالوا راهو ما تخافش له راه ما عادش يخلوك تمشي للحج ما عادش تمشي للعمره وكذا وبعد بعد مشى الكاميرا قال لهم نحوها نحيوا التسجيل هذا باش تعرفوا تقصد الشيخ بشير بن الحسن باش مش بتعديوش تقصد الشيخ بشير بن هذا شنو يطرح؟ هذا شنو يطرح؟ ما لا نسميه نسميه انت تقصد هذا ايه؟ لا اذكر انا في هذا صدق شو معناه؟ اذا عندك حساب مع جهه اخرى مم. مع حسابك مع مع, مع مع امتك ومع شعبك ومع ناسك ومع كلهم يا ايها الذين امنوا وتقولهم ايها الاخوه وتقول. عندك حساب مع اذا يولي موضوع كبير وخطير أه أه السعوديه ثم ناس يخدموا لحسابها اليوم في تونس في السلفيه وتمول فيهم بالفلوس باش يحدثوا فوضى وباش يخدموا اجنده معينه وباش يضادوا الثوره يحاربوا الثوره أه عموما التيار الجهادي أه. ماهوش موالي للسعودية بالعكس يعني السلف الجهاد ولكن حتى في الوهب. هذا الوهبي. حتى في تحاول يعني السعوديه ايجاد وضعيه الارباك وهذا يعني معروف وفي ذمتها مساءلات كثيره وافضحها واشنحها واقواها والتي لا غفران فيها هي تاييدها بالفتاوى وبالمواقف غذاء دخول امريكا للعراق مه. معناها ما الترسانة هذيك باسم ترسانة اعطينا الدولة. الدولة في تونس هذا الدولة هو إيجاد معناه مانع من مد ثوري ينجم ينقل الثورة هذه أو ينقل طموحاتها إلى دول الخليج لأنه إذا طبق عنوان صحيحة هنا وتجاوز الإسلام الكهنوتي والإسلام الشكلي فقط اللي يركز على الفتاوى الفردية إلى بديل اقتصادي وبديل و... اجتماعي يولي الخليج بيش يحس بالمفارقة الخليج هم ناس في النهاية عليهم هم يحس بالمفارقة يولي مطالب ولذلك ثم خدمة كبيرة على الجناح الثوري انظر سوريا مثلا من نعرفش عندك أو معطيات او معلومات او مجرد استنتاجات هذه استنتاجات وتحاليل تنجم تكون صحيحه تنجم تكون غالطه اذا عندك معلومات بوسائلك الخاصه حاجه واذا انت تستنتج فقط وتحلل وتولي تولي تصريحات خطيره وتنجم تكون مش صحيحه. ال الله محمد رسول الله السياسي يتعاطى السياسه باعتبارها رعايه شؤون وتبني مصالح ومن جمله تبني مصالح أصبح كشف المؤامرات، مم. المؤامرات على البلاد العربيه الاسلاميه كثيره واللي يقول يجيب دليل على المؤامره نقول يجيب دليل على عدم المؤامره. السعوديه دوله لا. اسلاميه، دوله دينيه. لا 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 هيش لا. دوله اسلاميه السعوديه؟ هي بلد إسلامي، اولا تسميه السعوديه هي تسميه معناها قبليه عروشيه وكذا يعني نقول هي بلاد الحرمين هي الجزيرة العربيه وماذا بينا يجينا واحد من, من, من هناك سياسي او منها من رجل علم وفقه وغير ذلك في مستوى عمر الخطاب وخالد الوليد نوليو تلامت احنا لكن لحد الان ما ريناش هذا رينا العكس رينا ضد رينا الفتاوى التافهه أيه ورينا اللي تمشي لصالح مع وجود المخلصين اللي تد منها الناس في جزئيات ما انزل الله بها أيه أيه من سلطان دونك فما فلوس خارجيه تمول في الفوضى في تونس أيه انا شخص حدثني ما تحب المعلومات طب باش تحب سي ثم كتب دخلت أيه ضخمه كان ما ذكرت نجيبه معناها معناها في من حيث فخمة الجوده مكتوب فيها تحريم المظاهرات والمسيرات واعتبارها حرام اعتبارها عمل يعني خروج عن الحاكم ليست توزع بالمجان ومكتوب موجوده بالمجان. في تونس هذه نعم ومنين جات؟ من الخليج من شخص اللي كتبها من دول الخليج وقاعده توزع, توزع في توزع بالمجال كان الكتب الثوره الثوره حرام، مم. المسيرات حرام، مم. المظاهرات ب... والاحتجاجات بانواعها حرام، مم. المطالبات بل اكثر من هذا مم. بل اكثر من هذا مفتي السعوديه اخيرا وهذا موثق قال ان من يحاسب الحاكم أه؟ مم. يحاسب الحاكم مم. جهارا هو فاسد عقيده واخلاق مم. عندها ثلاثة شهور تقريبا مهم. فس معناها في النهاية الإسلام اللي يصبح مدجن إسلام فقط يعني روحانيات بحتة بدون ثمار سياسية إيه ولكن السعودية تدعم وتمول في الثوار في سوريا لا لا ابدا مش صحيحه هي تريد احباط الثوره في سوريا ولا هي مسانده للثوره السوريه لا 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 مسانده العنوان الثوره لانه ما عادش فاتهم حبوا يخدموا حاجه بالثوره الان ميدانيا الثوره ماخذه درجه عاليه من الذاتيه واسلاميه وترفع شعارات اسلاميه صرفة وجبت لك بربي نحب نسلك اسلاميه ضد الكفار ضد العلمانيين هذوما نتاع سوريا انت قلت هكا انت هي ثوره اسلاميه قلت ثوره اسلاميه ضد شكون في مسلمين يتقاتلوا مع بعضهم في سوريا لا لا مش هذا البحث <applause> اسلاميه هي صفه النظام الحكم والصفة للبديل لكن كيف نقوله معنى هذا طرح اسلامي لا يعني ان من كان بجوارك او كان من على اطرافك يعني هو كيف إيه؟ لكن انت قلت العلمانيه يعني ثم طرح علمي ثم طرح العلمانيه جريمه وخيانه والأ... هذا كلام كنت العلمانيه امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان العلم... حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل العلماني ما انزل الله خان الامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل الديمقراطيه ما فيهاش عدل عندنا منظومه العدل فيها الكفايه في الديمقراطيه ما فيهاش عدل الديمقراطيه هي شكل من الاشكال اللي اوجدوا الغرب عبقريه الغرب م -م. فيها عدل في غياب واللي... الوحي فيها عدل وقيم انسانيه و... لا لا, لا. ما فيها 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 محاولات جواب على سؤال العدل وكذا ولكنها اجوبه خاطئه عن اسئله صحيحه، السؤال صحيح كيف نصرف شو؟ هي اجوبه خاطئه عن اسئله صحيحه اذا نحن ن... عندنا الافضل اللي هو الطرح الاسلامي منظومة العدل، منظومه الحق، منظومه الشورى الى غير ذلك. يعني المعدة. يعني كتقول العلمانيه جريمه وخيانه العلماء العلمانيون اليوم شركاء في الحكم حاليا وغدوه ينجموا ياخذوا الحكم مش تجاهدوا ضدهم والله اني يعني لاحظ فيه في تونس بصفه عامه الناس مم. كل ولاد تقول مسلمين ما عندناش مشكله ودي حاجه ايجابيه حتى لا حتى اليسار اللي كان قبل في الجامعه يطلع فوق المنابر ويقول في كلام غير ما نقولوه في البلاطو يعني كلام ضرب مباشر في العقيده يمدى المسلمين حيت نكملوا الثمره نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله مم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ندخلوا في منظومة م. المنظومة الإسلامية وهي تنحينوها اقتصاديا واجتماعيا ونحطوا بديل وفي ذلك فليتنافس المتنافس يا أخي و. يا أخي أنت سيدي داب الحاج علاش ضد الإسلام المعتدل وبرشا كيفك من السلفيين ومن طيارات أخرى دينية م. إسلامية علاش أنت ضد ما يسمى اليوم بالإسلام المعتدل وتعتبره بدعة اسلام سي الدكتور الطالبي، اسلام سي عبد الفتاح مورو، اسلام لقيت. سي يوسف الصديق، اللي يلاقي خطابهم الديني اليوم في تونس، يلاقي في رواج وقبول وتفاعل واقتناع لدى الكثير من التوانسه خاصة وأنها صادرة على علماء في الإسلام. لا بالعكس هي عبد الفتاح تست... مورو أو يوسف الصديق أو محمد ل... الطالبي آ... عين في الدين وفي الفقه و... لا. لا لا. نحن يعتبروا م... علماء. مثل ما نرفض م. ودائما اقول الامام العمامه لا تصنع الامامه وايضا الشهاده العلميه لا تصنع من الجدارة العلميه مه. قد تكون الشهاده بغير مضامينها وقد تكون بغير صدق ايضا اذا المساله كما ما نحبوش الناس تكبروا هذا جاي من السعوديه اذا اقبلوا او جاي من الكويت وكذا كيف كيف ما نقولوش لانه هذا دكتوراه او غير ذلك فمش يستعلى على المؤسسه والمحاسبه الاسماء اللي ذكرتها سيادتك من غير ما في تفصيل معهم، بالعكس هو موضوع مسائل الان، في حد استفزاز لوجدان وعقيده الناس، ناخذ على سبيل المثال، يوسف صديق يتكلم يقول كل ونأكد هذا باذن القران عبر التاريخ ما فهموش، يوسف صديق اذا يؤسس تفسير من دوغري زيرو. من انت؟ هو نفسه يقول انا في العربيه، يقول انا لا املك العربيه كما يجب، والقران بلسان عربي مبين. ثم اذا هذا يولي معناها انسان معناها بريتونسيو داعي ثم يدخل بمقولات عجيبه وغريبه فيها احتقار القرطبي ابن كثير وغيره شكك في علمه يعني؟ بن عاشور علمه له وعليه عليه فيش في مجال هو الرجل اختصاص فلسفه اختصاص فلسفه الطالبي يجي ينكر السنه جهارا نهارا الجذر العقائدي الاصيل اللي منه تم بثق حتى ناخذ منه حتى العبادات من منا يستطيع ان يصلي بدون سنه لا وجود لاحكام الصلاه مفصله الا في السنه او حتى مناسك الحج يقول في الرسول خذوا عني مناسككم وغيرها يجي بكل بساطه معناها ويضرب الجذور هذه العقائدية سي عبد الفتاح مور النفس. وكذلك عبد الفتاح مور. مور وقال الشريعه تر خر سجل مح. مح. كلام ضرب عقيده الناس ولذلك أسعى فتح مور ثم ناس يتفاعلوا معاه ثم ناس يقنعهم ناس يعتبروه رمز اسلام معتدل ومتسامح واسلام يسهل الحياه الاسلام ماهوش عدو للحياه المعدل جينيا إيه، هاي 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 الاسلام الملطف المخفف اللي بلا شوكه وبلا ثمره ماهوش هذا اللي حاشنا به اشقف ما غير سلعه نحن حاشنا بالاسلام كما هو الاسلام كما حب ربي والاسلام كما حب ربي ما يكون الا خير ورحمه للجميع مش الاسلام اللي يستوعب الديمقراطيه ويستوعب الدوله ويستوعب العصر ويتمشى مع العصر والاسلام احنا المتفتح احنا ويقبل الناس كل ما يكفرش الناس ويقبل الالمانيين بما فيهم ويقبل فماش <applause> الاسلام علاش معناتها إيه؟ ان الدين عند الله الاسلام رب قال ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله <applause> ولا تكن للخائنين خصيم احنا كنطبقوا يعني ما فيش مساومه في الحكايه هذه قصدك المنع هذا ثابت كما هو لكن لا أو من, ال... من تفاصيل احكام الاسلام توضح. ما يكف ما يوفر الرحمه والرعايه والكفايه للجميع <applause> ولذلك علاش نحطوه الاسلام كانه متطرف يزم ياهل نفسه تاهيل شامل يقع قبوله وفق اي مقياس <applause> وفق مي... مقياس الاسلام الامريكي اللي حددته مؤسس ترانت اللي هي مؤسسه أمريكيه انت عالميه باش يتاهل اه الإسلام يولي يعني مستوعب ضمن النظام الرأسمالي. ايه حركة النهضه تنادي بهذا الإسلام المعتدل وتطبق فيه. عليها ما تقول. حركة النهضه اليوم تعتبر إسلام معتدل في لدى أنظار العالم ولدى أنظار بعض النظم السياسيه الكبرى في العالم وكذا. والله يسوق نفسه وفق صوره معينه مش يرضى نحب رضي ربي ربي هي نتيجه ديمقراطيه حركه النهضه منين جايه؟ جايه من انتخابات أرضو ديمقراطيه انت بيدك سيري ذا اليوم عندك حزب سياسي يعني انت معترف بالديمقراطيه ومشارك فيها عن طريق حزب سياسي بالنسبه غدوه تنجم ترشح للانتخابات ولا شوف احنا اولا مالناش ما في ديمقراطيه باهيه توصلك للحكم ثم ينتهي الموضوع معناه ما عادش فما ديمقراطيه احنا في جست تشد الحكم هي سلوم معناها تعلي عليه باش توصل للحكم ثم سي ما عادش تعترف بالديمقراطيه بول كينيدي كاتب مقاله مادام قدامي الديمقراطيه ثاني أسوأ نظام سياسي هذا مفكر سياسي امريكي إيه هذا رايي هذا ب... اي إيه. شنو المشكله شنو المشكله يعني؟ بحيث الديمقراطيه كي قد لنا كاني دوغم مم. عقيده نفكر بها ولا نفكر فيها مم. ومنها هي ابدا مم. اذا كان وقع تناقض ما بين الديمقراطيه بما في في لا فيه نعطيك المنهجيه عندك حزب ولا إيه؟ لا أنا الحزب أنا هو شكل من اشكال لا الديمقراطيه لا, لا 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 الديمقراطيه شكل من اشكال الحياه السياسيه فما حزب في النظام الاسلامي فما احزاب ثم احزاب شنو الاحزاب ربي قال ولتكن منكم منكم امه تدعون الخير اي بالشكل هذا الموجود اللي انت منخرط فيه بالشكل اللي انت منخرط فيه لا جماعه انت حزب كالأحزاب كحركه ان هذا كان تونس كالحزب حزب العمال الشيوعي الحزب هو جماعة تتكتل على أساس معين مم. تتبنى ماك <applause> <applause> إيه ما جماعة أنت حزب حزب إي جماعة حين تتكتل الجماعة متصفيق جماعة, متصفيق جماعة متصفيق والحزب لا 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 حزب لا 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 ثم مصطلحات سياسية هي حين يتكتل مجموعة من الناس على أساس سياسي وراد إنفاذه فهي حزب مش تشارك في انتخابات حزبك لا حز لا ما احنا لحد الآن ما بالنسبة انتخابات ما ندخلوش في الصيغة اللي تحت دستور علماني تحت دستور لا لا يتبنى الإسلام ولكن انتخاباتنا تكون شكل دعائي نتاع دعايه فقط للحزب كل من يمد يده للغرب عميل وخائن. علاش تجرموا التعامل مع الغرب؟ واليوم حركه النهضه الحزب اللي انتم اقرب له روحيا ودينيا وكل شيء يتعامل مع الغرب وثم شكون يقول أنه إيه ياتمر باوامر بعض القوى الغربيه. اولا مش مثل التعامل، مم. التعامل بيع شراء يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراها انا فنتي. معناها مم. بعض شأنه من اقتصاديا يعني تقصد. وإنما المقصود هنا هو الارتهام نأخذ مثال أني مبسط للرأي العام مم. في أول الثمانينات لسيزيو دخلت لتونس كانت بمليون تقريبا وستمية حاجة كماك ومعها موتور بليش مم. وقتها الكاتكات تخدم كاتسون كات بيجو فرنسا تخدم ثمانية مليون ونص وأنا أشت الفترة هذه الناس القاتل بالمفلحين وبحق يعني متسع كبير فرنسا تضغط ضغط فإذا بيه لسيزي تولي 10 ملايين تفوت لكذا أنا يعني كنقول نوعية المعاملة، تهمني نوعية المعاملة، وليس في المعاملة. آني يعني كيف هذا الشراء مش ينفع أهل البلد ويوفر هالفارق هل نتاع وقتها 7 ملايين ولا كذا، وفارق رهيب ومعه موتور، كان تعطي معه موتور مجانا. فك الفترة هذا اللي يهمني. الإرتهال من حيث تدخل تحت عقود أي؟ مشبوهة. أي؟ تحت عقود أي؟ أنت اتهمت الحكومة, الحكومة الحالية، اتهمت الحكومة الحالية بأنها تشكلت بتوافق مع سفارات أجنبية. وهو كذلك. مما يجعلها في إقامة جبرية، هكا قلت نعم. وهو كذلك. الحكومه يعني هك... هذه رهينة أحنا... زادة احنا أح... رهينة للغرب أحنا اذا كان ثورة أعطتنا متاح وأول ثماره هو الذاتية أنك ترجع لذاتك وتأخذ أمرك بيدك لأنه إرادتنا كانت مرتهنة ومن نتائج ارتهانها أن الغرب كان مؤيد الدكتاتورية علينا في فرنسا مثلا أخر ضربة عصا ولا من نار في تونس الآخر ضربة فرنسا كانت تأيد في نظام بن علي وهذا معروف مه. ها هو نتائجها اقتصاديا لقينا المشاريع خاصة مجال الاستثمارات اللي تعتبر كل المعادن متساوية كما ذهب كما رصاص ووفق هي دخلت شركات ونهب الثرواتنا وكذا هذا الذي أدينه مه. وانا في هذا الامر انحاز لقمة عيش الانسان مه. وانحاز ايضا الحكم الشرعي اللي يعتبر ان الولايه لازم تكون لله ورسوله المؤمنين لاهل البلد اللي هما لازم يكون امرهم بيدهم اذا كان اليوم ما نحرش ارادتنا ففي النهايه باش نعاود ونعطيه الثوره بالمجان وبثمنها للمستعمر ونقول له باسم بيه. الثوره خذنا محمد مرسي الرئيس المصري قلت عليه خسر دنياه وسيخسر اخرته يعني حاسبت الراجل وحددت له مسيره لانه لم يفرض دوله اسلاميه دينيه تطبق الشريعه. هذا زاد ينطبق على نظام الحكم في تونس اليوم، ينطبق على الاستاذ راشد النوشي وينطبق على لا. رفاقك في حركه النهضه. لا لم اقل هذا الكلام. هذا تنشر على لسانك. لا لا. لا. لا لم أقل أنا جيت صحيفة مصرية عملت مع حوار ولكني أردت أن أتابع الحوار كيف ينشر أنا أدخل في الأمور هذه زي فلك كلامك يعني حرف الكلام وأعيش أحيانا بعض مشاكل حتى مع بعض الصحافة التونسية أحيانا عن حسنية وأحيانا مع سونية ولكني أدرك معقول أنا أدخل في تفاصيل الحياة منها الجانب العقائد متاع شخص لكن اللي يهمني في هذا الصدد أنه المرسي أيضا يمثل الآن في البديل الأمريكي بتاع الإسلام المعدل الإسلام اللي يصبح يخدم قضايا الغرب ويكفيه مؤونة العدوان معناه الناس معاش تعادي الغرب لأنه باسم الإسلام يعني وقع تريد البلاد وباسم الإسلام وقع تطمين الناس ولكن الثمرة اللي هي فك الإرادة ما تقعش مش نفس مثال. الوضع في تونس؟ نعطي مثال مه. مثال في آه معناها غزة مه. الأنفاق اللي هي معناها للثوار غادي ولاهلنا في غزة يعني منفذ مه. يستحقوه غدوه دمروا دمروا محمد ماشي. ما قامش به حسني مبارك مه. ما دمرش ما وصلش لهذا رغم نعرفوا التصريحات العدنيه نتاعو الان تدمر تلقى فيها منها المياه القذره الملوثه الى ذلك ما اثار الحفيظه اذا كان يجيني حاكم ولو يصلي في الصبح هذا باش يؤدي لي مشروع كما هذا باش يضرب خياني في فلسطين باش يوجد ديون علينا تخلصها اجيال واجيال اني يعني نقول له صلاتك صلي علاقتك بربي لكن اللي يهمني الامام راع وهو مسؤول عن رعيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عن رعيته ولذلك المساله اللي زايد علينا بصفه انه تدخل سجن ذات يوم والا بلحيه والا بانه يصلي ويصلي حاضر ويقطع على زياره مع وزير ويمشي يصلي وكذا وهذه من امارات التقوى ماهوش هذا المقياس مقياس الشخصي غير مقياس هو, هو نفس الوضع في تونس نفس الوضع في تونس ونفس الوضع في تونس ولذلك انا اقول من اذا انت اليوم معارض لحركه النهضه معارض لحركه النهضه اكيد في صف المعارضه مش نهضه باعتبار معناها حركه الحركه هم اي حزب خيان الحزب الحاكم السجن وعايشين مع بعضنا اما باعتبارها سلطه أي. باعتبارها سلطه انت اليوم في صف المعارضه طبيعه الحال اين الاسلام؟ م -م. اين الاسلام؟ الاسلام حتى م -م. في الطرح خان الاقتصادي الاسلام حتى في الطرح الاقتصادي الطرح الاقتصادي مثلا اليوم يهربوا من بعض المواضيع الحساسه طرح الاقتصادي فيه رعايه شؤون الناس، معاشاتهم، قدم الاسلام كبديل ويسبق كل الطروح الاخرى ويحبب الناس ليك لقمه العيش تقدم الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، ما ثماش لا تحيين احكام شرعيه في الاقتصاد والغاية. حتى الزكاه ردوها فرديه في حين هي في الاسلام ضمن منظومه الدوله، الدوله تاخذ الزكاه وجوبا وترد للفقراء حقا وده. حتى هذه حاشمين منه يعني 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 سيد, الفقراء يعني سيد رضا يعني التشريعية. سيد رضا في يعني سيد رضا اكيد انت انتخبت شاركت في الانتخابات صوتت ولا لا ما صوتش علاش لاني اعتبر السؤال غلط ما دام السؤال غلط جاوب يجي غلط شنو السؤال غلط؟ سؤال غلط علاش؟ معناه انت خاطر ما, ما تمنش بالانتخابات لا لا الانتخاب من حيث هو يجوز ما فيش حتى مشكلة انتخبت ولا لا ما انتخبتش علاش ما انتخبتش؟ سؤال و... سؤال شاء. لانه باش انتخب المساله ديما تقول يختار دي اختار ما تقولوش اختار المضمون مش اختار مم. 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 لو الناس باش نختاروا احنا إيه قلنا ما خاطر ما عندكش اللي اللي, اللي اللي بلغ لك صوتك واللي مثلك جوابنا هو صورتك باش تقول لي انتخبت حركه لا 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 ابدا لا. احنا قلنا لو نؤمن نظام حكم اسلامي وجاتنا فرصه احنا قالوا تاسيس <applause> نظام حكم اسلامي اسلامي يراه بانه احكام شرعيه لا فيها لاهوت ولا كهنوت ولا فيها كلاجي احكام ولا شيء. شرعيه حرفيه متمقة مش حرفيه لا كنف... المساله ما عندناش ملكه الفقهيه احنا ربما باش ندخلوا في التفاصيل <applause> معناها <ربما> الراي <تصفيق> العام <applause> تحت مظلتها هي فليتم الانتخاب انتخابات بانواعها بكلها ويختاروا الناس مجلس الشورى اللي يمثلهم ويختاروا حتى بيه. مجلس الولايات بيه. ويختاروا كل انواع حزب نقول نقر احنا الانتخابات حتى في المدارس اذا لازم حتى في المدارس نختاروا من هو مشرف على مدرسه او مش مشكله في انتخاب وذ. المشكله في ماذا ننتخب أه يعني حركه النهضه خيبت لك ظنك وقت اللي صعدت الى الحكم والله منها ما من اجله قامت الصحوه الاسلاميه هو شيء كان مفقود في الواقع وهو الحكم بما انزل الله <applause> هذاك اللي عطل... خلينا ندخل خيب, خيب الظن <applause> من حيث الاداء لحد الان اداء سياسي اولا مجافي ويتعامد يتعمد مجافات الاسلام في بعض الحالات الوضع سياسيا والوضع سياسي الوضع, الوضع, وكل الوضع شيء لحد الان ما دام قائم على التسويات والترضيات والمقايضات <applause> فليس بثوره او ليس بعمل ثوري العمل الثوري ياخذ مسؤوليه المرحله ولا سيما انه النفس الثوري قائم في تونس وزاد بعد منها واني كنت خايف على تونس المره الاولى انه تكون تونس فقدت بالفعل ثم درجه متخوف خوف وبعد يقع الالتفاف رب اعطانا هالمد الجغرافي ليبيا مصر وغير ذلك اذا هو هي عنوان مرحله اذا انت محمي محمي بعنوان مرحله محمي اذن الله للتاريخ ان ينعرج اخدم مه. لكن كيف يراو الناس ان الاعمال اللي تقوم بها هي اعمال فقط نتاع تموقعات اعمال نتاع مقايضات اعمال ظرفيه وانيه ويكرروا نفس المنهج خاصه إيه؟ مع صندوق اذا في النهايه يقولوا خير إيه اليوم اليوم ثم حديث في الكواليس على امكانيه انه نداء تونس وحركه النهضه يتفقوا نعم. يوصلوا نعم الى توافق نعم هذا موجود في الكواليس نعم موجود ويحكي فيه حتى يسربوا فيه جماعه من الناس لعلنا كنا سباقين في من قاله في الصفحات الاولى في الجرائد إيه؟ قد يكون ذلك طالما هل ان هل الحياه هل السياسيه اه تحت الوصايه اه تختلف مصالح بين دوله ودوله، نعطيك مثال لراي الامور بعد شكري بالعيد شنية من؟ أن امريكا دخلت على الخط هي بقوه وهي ألمانيا وبريطانيا خصوصا بريطانيا برش ما عرفاش قاعده تعمل في تونس قتلهم لهم لا تغيير في الخريطه السياسيه فعلم الجميع ان النهضه متواصله في الحكم وذاك اراده دوليه ماذا حدث؟ مستمر في ماذا حدث؟ المرزوقي يصدر بيان يقول ادعو الى التحالف الاستراتيجي مع الناس ثم وهذا كلام تقالوا في الكواليس لكن هو خرجوا من الكواليس ربما قلة خبره اللي في الكواليس قالوا للراي العام وفي العاده يعني أوامر أوامر دوليه يعني أعلم صندوق النقد الدولي كي جاء ما يلعب في اللازار يلعب وقت ثم أرضية مضمونة م -م. أرضية مضمونة آه رئيس المجلس التأسيسي بن جعفر قال أخيرا م -م. قال النهضة ستحظى بالأغلبية هذا بكله بناء على الكواليس اللي نحكي عليها لا انتخابات ولا والو وهذا إرادة دولية مفروضة علينا النهضة تستمر في الحكم قوة الانتخابات أو تغطي يعني قوة الانتخابات هي فيما قبلها أي. التزيف التزييف راه مش في الصندوق أي أي أي. ما قبله تزييف اراده وعند الصندوق مه. وبعد الصندوق اذا المساله هنا ثم اراده دوليه إرادة دولية أقوى هل... من الإرادة الشعبية أقوى من الإرادة. ولذلك أقوى الوسط... من الإرادة الشعبية, إرادة الشعبية الإرادة الشعبية هنا هي الثالثة الإرادة بتاع الوسط السياسي الرسمي متخاذلة وقابلة للوضعية طيب. أما الإرادة الشعبية متحفزة وتطرح في أسئلة وين التوافق بين إدارة تونس والنهضة؟ وقت يوصل نوصل للمواصل من بعد وعرف كل واحد حجمه شفتك التصريحات القويه متاع تونس بعد اغتيال شكر بالعيد فجاه خفتت مم. ونجم نقول لك علاش والان ثم كومبرومي وارد بشياقه توافق في النهايه وفق ارضاء النفس العلماني ممثل بدرجه مقبوله والنفس الاسلامي وبالتالي اللي خارج على السياق بكله هو خصم للثوره المره هذه باش يتضرب باسم الثوره مش كما قبل باسم الديكتاتوريه تولي هذوما ياخذوا عنوان الثوره تحتهم واللي خارج على المشروع هذايا يولي بالفعل يعني ولكن ونفضل ربي الشعب متفطن واحنا في حو... في صف الشعب شكون الشعب؟ عامة الشعب مقسوم بين النهضة ونداء تونس آه. وأحزاب آه. أخرى وكذا حتى اللي حطوا الورقة كي تحكي معاه خارج الورقة آه. مشروعه بعيد على الورقة يقول لك الورقة أنه خير من بلاش وما خير ولا يجي واحد آخر المظ... الانتخاب ترى أنه برشا انتخبوا النهضة ندموا آه. ينتخب آه. معناها برشا انتخبوا يقول لك آه. أما خير ولا يجي فلان هذه هذا ال... آه. وضع الانتخاب آه. آه. أما هو كمشروع كطموح وكت... وك... ك... أقوى من هذا ولذلك معناها من فضل ربي احنا لقينا معزه في الشارع كبيره كبيره انخفضت شعبيه النهضه اليوم سيدي دا تعتبر والله ايش نقول لك يعني هذه مساله تقراها في الحياه السياسيه النهضه اذا كان هم منبثقين من, 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 من اراده الناس ومن الشعب وما ذلك الاصل فيه اول الانبثاق هو الاستناد لما من اجله قامت الحركه وهو الاسلام وهذا مغيب اكبر وز. مغيب في الحياه السياسيه الان الاسلام بورتون حركه دينيه تحكم تونس اليوم لا مش دينيه أبو؟ سميها بسمة هي علمانية؟ كل الخرو... الخرجات العلمية اللي يخرجوها يأكدوا أنهم ليسوا يعني. يقولوا ليسوا معناها حزب إسلامي ويأكدوا هذا فلماذا نكلفهم ما لا يدعون؟ إذا هم يقولوا نحن حزب مدني نرضى بالدخول فينا حتى غير المتقيد بال... بصلاة ولا بحجاب غير ذلك مه. قالوا أكثر من مرة هذا هو اختيارهم اختيارهم بيه. يتسألوا و... عليه يعني وأنا نأكد أنه هذا اه اختيار منها ليس هو الصواب حزب التحرير لو كان يتقدم الانتخابات عنده حظوظ كبيره اليوم احنا بقراءتنا الراي العام قديش عندكم قاعده شعبيه الراي العام احنا في حجمكم وضع في وضعيه معزه كبيره مع الناس تخجلنا على انفسنا احنا نقوم بنقاط حوار في كل المدن نقدركم الناس يعني تحصل. يأتون الناس ونجد درجه عاليه من عليش التقدير ما ترجموش هذا الى اصوات في الانتخابات في الانتخابات. من فضل ربي احنا حتى في ريف الريف في القرى في غيره نخدمه خما خدمة متاع مدى ايه متوسط ايه اللي يزم يبني رأي عام مو بثق عن وعي عام ايه تبني قاعدة تبني وال... قاعدة ثم تشارك حش. في الانتخابات والله الانتخابات كي يكون عنوانها صحيح تدخل فيها لكن يكون عنوانها غلط ما, 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 ما تهدرش نفسك ما تكونش هادزو منين عندكم الفلوس انتم النشاطات هذه الكل وتمشيوا للارياف وتتنقلوا تعملوا مساعدات وتعملوا كذا واجتماعات أه كبيره وكذا كل من منين منين عندكم الفلوس؟ منين آه من جاتكم الفلوس؟ لازم تعطيني التمويل ميزانيتك قداش؟ حزب التحرير ومنين جايه؟ كذا كذا بصدد تحيينه وإحنا نقدموا فيه الاداريه الرسميه والآن الان لكن احنا كل اولا حزب التحية معروف عليه منذ الاس انه لا ياخذ مال من غير منخرطيه او مناصريه قديش عدد لأنه يخشى ان يقع تحت سلطه المال القويه المعروفه مم. اللي تجي من رجال اعمال اللي تجي تشري الى غير مم. ذلك وهذا ما ياخذ عهد على نفسه لكن كل من داخل في حزب التحية عليه التزام طوعي يعطيه اثنين احنا كنقوم بعمل كبيره نلقاو درجه من التطوع كبيره جدا نجيب مثلا او باش سيارات نلقاو الاشخاص يسهلون ميزانيتكم والله ما نجمش نقول لكم علاش؟ هذه حاجه ما يلزم تكون شفافة لا لا مازلنا حزب موجود في تونس قلت نحينو لك نحينوا نحينوا ديجا 100 مليون مثلا اقل ولا قاعدين نحينوا في المساله اكثر من 100 مليون ولا اقل نقدموه بصفه بصفه نهائيه مليار لا لا ما نسوش مليار اليوم احزاب تحكي بالمليارات نداء تونسي يقول زوج مليارات احنا اعمالنا بسيطه ولكنها فعاله قديش ميزانيتكم حسب التقريب عندنا منها نمشي ولا ناخذوا صاله شعبيه وعاديه ونعملوا فيها حضور مش منها معناها اعمالها كل طوعيه ولا نعطي قديش قديش 100 مليون فوق اقل من ما ما نجمش نقول لك علاش؟ لحد الان ما عنديش ليش ليش ما عنديش عملي ما عنديش مره جايه ملحق نتاع ما لا كيفاش ما تعرفش ميزانيتك تو كلام هذايا سيدي ذا كيفاش تعرفش ميزانيتك معناها هذه حاجه لازمها تكون شفافة اداريا قاعدين ننظموا في المساله توا ونعملوا في الملف كامل بتاع الكونت كورونتا كذا هو بصدد التحيين هذا اللي علم يعني به لحد اليوم في السبعه نتاع اولادنا مجتمعين باش نكملوا المساله هذه. نمشي والآخر جزء في هذا الحوار اهلا وسهلا بك سيدي ذاب الحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير. شكرا. شكرا سيري ذا اليوم التهمة الأخيرة اللي توجهت لك هي أنك مساهم في إفاد الجهاديين إلى سوريا وفي ارسالهم الى سوريا من ابنائنا اللي قاعدين يتقتلوا غادي ونشوفوا في التمثيل بجثثهم ونشوفوا في عائلاتهم تبكي ونشوفوا في عائلات ملتاعه وامهات ملتاعه وهم ماشيين من اجل قضيه يحاربوا عليها برشا ناس مش مقتنعين بها ومش موافقينها انت خرج اسمك من بين الناس اللي ساهموا في هذا واللي متورطين في ارسال جهاديين التونسيين الى سوريا أه والله اسمي لم اسمك يدرج ورقم هاتفك وانما الذي ادرج هو رقم هاتفي في جريده رقم هاتفك هو اسم لا هو هويتك الاسم الذي وضع كان مقترنا بمحل السكنه لذلك شخص سيت اسمه ولكن المذيل برقم هاتف هو رقمي اذا ثم تركيب ثم توليفه مقصوده اريد بها الاذى <applause> لحزب التحرير ولحزب تعتبر اذاء انك ترسل جهاديين الى سوريا الذي قام بالعمل لسا اللي قام بالعمل هو اراد احداث ارتباك بيه؟ والسبب نتاعه سياسي اولا انه لاحظوا ونتصور جهه مخابراتيه حزب التحرير يخدم بالكبير تولي لي راهو في العيادي كل مره مخابرات مخابرات مخابرات, مخابرات مخ... السياسه في تونس مرتع نفس مخابرات نفس الهاجس عندك مربيه سيدي لا 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 مرتع مخابرات يعني انت كي يشتغل لك يغير لك اجنده بحدث واحد مم. مش عمل نتاع هوات واحد تغير لك اجنده نتاع بلاد كامله مخابرات يعني حطت لك في الواحد لا ايه؟ مخابرات او جهه سياسيه مغرضه ايه؟ او غيرها معناها ايه؟ يعني باش ناخذ افتراضات الكل المهم معناها خطر ظاهر معناها ملفقة انت فيه. ما عندك حتى علاقه بالموضوع والرقم هذا هو رقمي إيه اللي نتكلم به مع الصحفيين وانت ما عندك حتى علاقه بالجهاد في لي. سوريا انا حزب التحرير رغم انك مؤيد للجهاد مؤيد في, في سوريا. الثوره على روسنا كريمه عزيزه ابيه منيعه وهي اللي باش تنقذ باذن إيه؟ الله المنطقه اما, أما تؤيد ايفاد جهاديين لا. من تونس لا. الى سوريا لا موضوع ثاني الموضوع تؤيد هذا؟ ولا شنو الموضوع الثاني هو جاوبني عليه؟ فيه ما قبلته ثاني معناها قبلته تفضل اي قبلته اما جمدته باش على حاجه هو <applause> المسألة هذه هو أنه الإفادة متاحة ما إحنا قلنا في سوريا وحزب التحرير شغال على في كل المدن، افتح الفيسبوك أيه حزب التحرير موجود في كل المدن يقوم بعمل سياسي جبار باش يرد العماله اللي قاعد تدخل على الثوره، لان يعني الثوره قاعدة ذاتيه. قالوا انه عندنا الكفايه عسكريا وسياسيا على الميدان. هذم اهل سوريا ادرى بتفاصيلها وانما الدعم يطلبونه للاجئين والمالي في منطقه الشام اي لبنان لبنان وفلسطين الى غير ذلك، لكن لم يرد على لسانهم، لكن اذا كان ذا ناس يحب يمشي طوع <تصفيق> <تصفيق> انا شخصيا ما <من> نزيدش عليه <applause> ما نجيش نقول له لا نعطيه الافضل الافضل يبقى هناك كما قلت في الندوه الصحفيه لاجتثاث العملات اللي <applause> كانت ترهق في الثوره والتعب فيها وكو عندنا استحقاقات كبيره هنا يعني يبني عمل سياسي مم. أنا كل العملات ايه. يعني غير ذلك وهو عمل كبير ينتظر في الثورة الثورة هذه يخشى أنها تختطف يعني تعتبرها طاقات مهدورة مش غادي إذا كان شخص ايه. هنا نختار رويد المزايدة نتاع بعض الناس عليه يولي وليداتنا وكبادنا وأفلادنا وخرجوا لك أم مزيفة في التلفزة هو مش ها أم مزيفة هو في تركيا واللي في تركيا في مطار تركيا في المطار التركي هذيك نعم. مزيفة خلي اكيد هي غير ما هو غير غير اخلاقي انك تجي انك دم دم تخرج دم دم على من غير أي. استشاره والديه مم. او تاخذوا الحين غره هذا غير جداً آه. مقبول أي. 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 خاصه هو ما وجه من حاله عينيه مطلوبه مزيدات تعتبرها هذه هذه حقيقه لا. ثم نوع من المزيدة هذه على وزن وقت الواحد إذا متعاركوا اخوه ها أه؟ شوف قبل يقولوا السلفيين هزوهم يا جوانتانامو يا تورابورا فلذات فلاذ... اكبادنا حبيباتنا وكذا به كيما اللي يتعارك مع كيما كي اللي يتعارك مع اخوه يتعارك <applause> مع اخوه كيبدا متعارك يكلم امه كله شد عليا ولدك ولدك <applause> كيبداو حبيبات تقول نمشي انا يعني اخويا واللي يعني صيغه الضمير عند دو. الان ثم مزيده في الجانب هذا مع مم. اننا ندعو من موقعنا فضل ربي بالمعزه اللي يعزون الناس نقول لهم راهو البقاء العمل في تونس معناها عنده اولويه الان لانه ثوره واحده اللي واقع في دمشق وهنا كم هم يامنوا في الثوره من العماله اللي قاعد يقوم بها بدول متحفزه باش تحبطها احنا ايضا عندنا ثوره باش نبعد بعد مرج البحرين يلتقيان الثوره مم. هذه باش دوله اسلاميه واحده وموحده باش شكون اللي قاعد يمول في هذوما اللي قاعدين يخرجوا من تونس ثم تمويل ثم فلوس قاعده تدفع نعم ثم تمويل للرحلات في اتجاه سوريا للجهاد شكون اللي قاعد يمول فيها حسب رايك؟ شكون اللي قاعد يقوم بالدور هذا الامر على ضربين على نوعين ثم ناس ميدانيا موجودين مه. على الارض وهم يعطيو في دمائهم وكذا ما فيش شك وما في لا مزيد عليهم عندهم شبكات بسيطه ربما تقوم على التوعيه ويهزوا في ناس بون لكن ثم هاو الخطير وين؟ انه ثم دول مثلا سمعنا اخيرا في الاردن ثم تدريب ناس هزين عن طريق دول الخليج دول الخليج ودخلوا على الخط والثوار منعوه لانه ما اعتبروهم هو تونس اعطيني تونس إيه هزوهم عن طريق الاردن آه. هزوهم من, من, من مناطق كثيره مه. هذوما يقعوا فريسه اللي حكيت عليها قبيله الشبكات المخابراتيه ولا سيما الخليجيه اللي غايتها شنو احباط الثوره بعمل مسلح مضاد لانه العمل اليوم على ابواب دمشق واليوم ثم تغيير مغير متغير دولي راهو باش يقع لانه اذا كان الثوره هذه ما تقع لا تحت مزيه فرنسا لبريطانيا بريطانيا امريكا معناها البديل باش يكون ذاتي مه. وبجنبه اسرائيل معناها المساله باش تولي اسلاميه بحته لذلك ثم شكون يحب يدخل عناصر عسكريه لاحداث وضعيه اخرى تعطي الثوره هذه لغير اهلها. وحكايه اللي ردوه توانسه اليوم جهاد النكاح انه ثم نساء توانس مشاو فتيات توانس مشاو ونساء زاده مشاو غادي للقيام بما يسمى جهاد النكاح والترفيه عن المجاهدين يعني والله عناوين قذره عناوين قذره هذه لا 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 عناوين قذره وانا اخيرا كلمتني صحفيه كانت تعمل في قناه مم. كانت في قناه خدمت على الموضوع هذايا وشوهت تونس وقدمت استقالتها وقالت لي الليله مش صحيح هذا لي الليله ابيت ومر... مرتاحه قد قدمت استقالتي رغم الاغراءات الماليه من قناه من قناه, قناة الميادين نعم لان العمل القتلي ملفق مم. وانا قتلي من من, من, من اولا منخونش ديني ومنخونش بلادي واللي عملوه قذر ومنفضل وكانت تتهم في غسان بن جدو بانه خان دين وخان بلاد العمل العمل الذي تقوم به الميادين الان مم. تحديدا عمل وللاسف متخندق مع الطاغيه الجبار بشار بكل سفور مم. وتريد احباط هذه الثوره لانها فيها عندهم مكاسب مكاسب من هذا من هذا النظام مكاسب من حزب الله وعندهم تخندق معين مم. عيب معناها إن اليوم ثوره قدمت اكثر من 120 ألف ما يعبي ملاعب تونس كلها فهمتي ونلقاو اليوم اللي يحب يتكلم على الجانب الانساني قدام الجوامع ونشوفوا فيهم معناها معناها وليدات صغار ونساء م. جايين مشام 2500 كيلومتر جاي وغادي مش باش يتسول ماساة وراه هذوما لا احتضنتهم الدوله لا الجمعيات لا تحدثوا عليهم فاذا احنا امام موضوع يجي يقول لنا جهاد النكاح وما الى ذلك المراه ماشيه باش ترفع إيه على كذا تشويه للمراه التونسيه تشويه يعني يعني بن جد ويرتكب هذا بالفعل وهذا ما جعل هذه المراه الفاضله كانت م. تخدم في الوطنيه قبل بالفعل اتصلت بي والله تبكي قالت لي بالفعل اشعر بالارتياح لانه عمل هذا ضد نسائنا ضد بناتنا ضد اخواتنا في تونس وتصويرهم على الصوره هذه والامر ليس كذلك البته البته عيب أن واحد باش يحقق مكاسب سياسيه ياخذ عناوين كما هذه اخلاقيه ويحطها في سياق غير وغير غير, غير موجود, موجود هذا في الدين جهاد النكاح غير موجود هذا البته وما عندوش حتى تاصيل وخرجوا كذا عالم قالوا هذا معناها لم ما انزل الله به من سلطان فتاوي في الجانب هذا وسمعناهم في فيديوهات في الفيسبوك شيوخ معروفين من من الخليج عملوا فتاوي يبيح تبيح جهاد النكاح هؤلاء ان وجدوا دول الخليج الان كل من ياتي من من يعبر على الدين من المؤسسه الرسميه ولا سيما الخليجيه اراه صدقوني الان يعني في عداد الاستثناء وما عادش عنده الحظوه او القبول اللي كانت ربما في ايام الجفاف وقت اللي يحل تلف زاوية فضائية وكذا ويسمع كلمة فيها قال تعالى يفرح بها الآن ثم درجة متواعي اليوم الأصل من تونس نمشي الخليج نعمل دروس غادي ولو قل فقهنا وعلمنا احنا باش نقدموا علم وفقه محين منزل على الوقايع تخافش على روحك تخافش ك... على روحك تحكي هكا يعني عملت برشا أعداء في الحلقة دي أعداء لا, لا, لا أنا أقول الحق وأصدع به وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واضح هل ترى انه عادي سيريدا انه اليوم مناضل كبير كيما محمد همامي و شخصيه سياسيه كبيره في تونس اليوم تتنقل بحمايه شخصيه وبصدر بستره معناه قميص حامي من الرصاص يلبس تحت السوريه نتاعه يلبس قميص حامي من الرصاص ويتنقل مهدد بالاغتيال وبحراسه شخصيه هل ترى انه ولو انه خصمك السياسي ماكش متفق معاه كل شيء هل ترى انه المشهد هذا في تونس عادي بفعل التشدد الديني او بعض التعصب عادي لا لا المشروع الاسلامي يجب ان يحمى من حالتين من حالة هذا اللايت الـ.. الـ.. ولا الـ.. الـ.. كما الـ.. قلت والمعدل والملطف والمائع. والمائع وغير ذلك ومن أيضا التصور طترق. المتهور المتهور الذي يأخذ يعني ش شطر آية أو شطر حديث ويبني به مذهب كامل وتصور م. كامل غير ذلك ويناكفك حتى في الصلاة <Ministry> في طريقة صلاتك ويدخل حتى مسألة فقهية <الفقريق> ويعتبرها مثلا مسألة كفر أو إيمان مش مسألة <صير> اختلاف فقهي ثمة هذا وهذا طبيعي في في كل يعني صحوة أن توجد هذا لا ولكن نحن الآن أمام استحقاق أنه قدم هذا الاسلام مفصل مؤصل باحكام الشرعيه البينة واللي تحقق الرعايه والكفايه للناس بانه فيه جداره ان يتولى هذه المرحله احكي لي عن المشهد اللي قلته المشهد اللي بينته هذا لا لا, لا, لا يليق <applause> احنا نتبنى أن الطريقه التي يقام قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم اقامه الدوله في 13 سنه ما استعملش فيها حتى مره العمل المادي ولو مره ولو مره تثقيف تفاعل توعي من طلب من الناس من الأمة من الواعين هذا التفاعل بما فيه يعني صراع فكري وكفاح سياسي وتوعية إلى غير ذلك وهذا ما يساوي باللغة المعاصرة أو الفكر السياسي المعاصر الدولة تحتكر العنف <applause> هذا قلوب سفير يعني الدوله هي اللي تقوم بالتنفيذ وفق اجراءات قضائيه بيه. او اجراءات امنيه اما يجي شخص لامر في في ذهنه او لتصور ويسمح وي نفسه يقتل او يسمح نفسه باش يهدر خطابكم اليوم خطابكم كاسلاميين نعم. اليوم يخيف جزء من التوانسة بكل صراحه نقولوها تسميهم العلمانيين سميهم الحداثيين سميهم كما تحب نعم ولكن ثم جزء من التوانسة من حقهم باش يعيشوا في الوطن هذا ومن حقهم باش من حقهم باش يعيشوا حياتهم كما يحبوا اليوم خطابكم يخيفهم ويرعبهم يخيف المراه الحره المبدع الحر الفنان الحر يخيف كل من يدافع عن الحريه يعتبروكم اعداء الحياه اعداء الحريه اعداء الديمقراطيه اعداء الحداثه اعداء العصر فما جزء من تونسيا كي يسمعوا اسلامي يحكي خاصه حتى انت حتى بما فيهم انت نعم. يخاف يترعب والله هي... صحيح ولا موجودين؟ نطلب له السلامة، الله لا يخوف انت مؤمن فهمتي والله يطمن قلبه، ما ماهوش هذه الصورة، يعني لا هذه هي الصورة أنه أنه اللباس المتفتح ل... حرام، ل... الغناء حرام، الصورة. الموسيقى حرام، نعم. الفن حرام، نعم. السينما وجهة. حرام، المين نعم المينيجيب الصورة. حرام، الفن. كل شيء حرام. خذيت برشا متناقضات مع بعضهم لكن ماهوش متناقضات. المسألة المسألة بالنسبة بالنسبة لنحنا الاسلام هو احكام شرعيه منضبطه واضحة وما يمكنش انسان يزيد في يزيد عليها ويتهور كما كنت ابين لسيادتك. اما المسائل التي تدخل تحت عنوان الابداع مم. فلا وجود لدين معناها مكن الانسان من تفجير طاقاته مثل الاسلام. هات معنا احنا لا ساعات شكون محرم يحرم محرم الفن ويحرم الموسيقى يا اخي يحرموا يحرموا في المشكلة. الفن أجيبك عن حزب التحية ثم عن الآخرين مم. حزب التحية لم يبحث هذه المسألة ولا يتبنى فيها الحرمة واف. لانها ما عندكش مشكله فضل. مع الابداع مع الفن. الفن عندك فن. عندك مطرب مفضل تسمعه انت؟ سمعت وانا صغير نسمع اليوم نسمع في اي لحظه شكون المطرب المطرب نتاعك المفضل؟ فنتي. خلنا خلينا نعرفوك شويه مثلا لكن معناها ما عوضني سماعه وقت نسمع إيه حاجه كنت تسمع اطرب كنت تسمع اعطيني شويه كنت أسمع عبد الحليم حافظ تو 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 تسمع الان مازال شويه والمطرب المفضل ما عنديش خلينا نزيدوا نحرجوك عندكش مطرب مفضل مفضل ما عنديش ما نسمع ما عنديش مشكله معناها وذني سماعه ورده مياده الحناوي امينه فاخر تسمعهمش هذو وكي نلقى سماع قدامي أستمعوا. يا اخي سميت اسامي معينه تسمعهم ولا تسمعهم نسمع كثون اسم غير عاده عاده هذوك اللي قال لي تربيت عليهم وانا صغير معناها في السن اللي ناس ما تسمعهاش صعيب شوي. علاش؟ صوت صوت رأى اي ما انا ما بحثش هذا في مسأله صوت رأى بل... لا 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 نحكيو نحكيو أيه. على الفن باش نعرفوا شخصيتك نوعا ما الناس أيه. اللي تخاف منك صحيح لا لا لا, لا لا عكس علاش أنا... علاش أنا... ما, نحن... ما تسمعهاش مثلا لا لا ما تقولش في الاشخاص خاطر الأشخاص شنو اشخاص هذه اصوات هذه اصوات أنا... ابداعيه كل ما هو كل ما هو يشعرني بالارتياح وما ذلك ويكون في اطار ما المباح استمع اليك كمثل الشعر انا, أنا عندي هو... خياراتي الشعريه أن انا اقرا واحب الشعر واكتب الشعر لكني لا اقرا لكلهم انا يعني بدر شكر السياب مثل تقرأ حمد ب... مثلا تقرا للصغير ولد احمد شعر مثلا بدر شكر السياب رغم انه معناها المدرسه اخرى قبل ما يخرج من وكان مدرسة اليساريه ومن بعد أن خرج عام 59 لاني اقرا ولا اعتبره احسن شاعر معاصر وفي تونس لأن... صغير ولد احمد تقرا له مثلا شعر صغير ولد يعني... احمد يمارس السياسه باسم الشعر مم. ولذلك وسقطت يعني في المباشر المباشر يعني الثقيل مم. اللي يخلي اللمسات الشعريه الادبيه ونصحته بذلك مم. وكتبت مقالتين يعني في رد على كلام قالوا الاصل في الاديب انه يكون يشتغل على الصوره وشفافيتها ورمزيتها الى يعني غير ذلك يتعالى على في المباشر المباشر بالتسميه المباشر بالذم الى ذلك وهذا ربما اللي خلاه يفقد الصفه الشعريه احنا احنا بدينا وصلنا للاسئله الخفيفه واللطيفه آه. اللي, اللي... اللي يعني نوعا ما تقرب شخصيتك للناس اخر فيلم شاهدته شنو؟ اخر فيلم والله طيب يعني او أن انه واحد يسال اسلامي هكا نعم أنا اسلامي أنا من, من حركه لا 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 دينيه يعتبروها عكس الناس نسالوك عكس يتصوروا الناس نحن نلوم. نعيش الحياه الطبيعيه اخر اليومية فيلم شاهدته الفيلم والله ما عنديش افلام انا نكملها بالاخر معناها انديجان معناها تفرجت فيه حبيت نعاوده وافلام تونسي كامل أه تونسيه ما نذكر قديمه معناها عصفور استح مثلا لا عصفور قديم برشا عاد قديم انت نذكر قديم برشا 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 نوري بوزيد صمت فرق. القصور صمت القصور صمت القصور مفيدة ثلاثة عندهم مدة يعني مه. أما ما الآن ما عنديش الوقت الرياضة مثلا كي يكون ثم في فرجة رياضية ولا في الكرة العالمية بالعكس يعني كنت أعمل اشتراك حتى في قنوات وقت مثل ما ماش واحد نتاع تلافز في الرياضة ما الرياضة. ما عندكش مشكل أنه المرأة تمارس الفن وتكون مغنية وممثلة وكل شيء والله في حدود دائما الضابط الشرعي اللي هو الشرعي ضابط الشرعي ضابط الشرعي العري بالخمار يدل. الـ الـ العري بالحجاب تغني العري وكل ما هو عري وكل ما هو فاحشه كل ما هو دعاره كل ما هو فيه استعمال انوثه المراه <applause> كاداه للمكسب مش حتى صوتها فهم. صوتها انوثه زاد عوره لا صوتها صوت صوت الانسان المراه ماهوش عوره, بيه ما هوش كما, عورة. أن ليس عورة. كما ان وجهها ليس عوره كما ان وجهها وجهها ليس عوره يعني النقاب لا, لا, لا ماهوش ما نتبنى نحن فيما نتبنى ما أيه. راي ثاني أيه. عند بعض عند الحنابل أيه. أيه. لكن نحن نتبنى في كتاب النظام الاجتماعي 16 صفحه كاملين تاصيل تفصيل انه وجه المرأة مم. يعني وداها يعني يبيناني منها وهذا بطاقة تعريفة هذا وجهها مم. هذا اللي يعرفه هذه آه وليست تلك آه آه نبيع ونشتري معها نتعاملوا معها الى غير ذلك تتكلم تعلم تتعلم آه تنطق الى غير ذلك تحاضر فهذا جدا تختلف آه فيما أقره الشرع بين سير و... دون خلوه بي... آه وال... وال... عندهاش الحق تكون مغنية بدون حجاب أو ممثلة بدون حجاب والله مغنية من عدم مغنية بحث ثاني الغناء الغناء إذا كان يكون مجرد استعراض الجمال وكذا استغناء في مجمع نسائي في مجمع عائلي يكون ما في الاستعراض لا معناها لا لا الاستعراض لا والتمثيل يكون مر... لا يكون مورد مكسب كذا التمثيل تمثيل هو أداء فني معين ما في ممثلة تلبس الحجاب في الأدوار الكل راهو أدوار هذا حتى... مثلا عند تنزيلها فيه. يبحث فيها يبحث فيها ما عندكش عن حل ما مش مبحوثة عندي في المسألة التفصيلية لكن السينما والصورة عامة والفرجة في الأفلام من غير ذلك من حيث هي صورة وتمثيل وتجسيد يجوز التعاطي معها والفرجة فيه واضح فهمتي سيري ذا يعطيك الصحة على شكرا. الحلقة المميزة وإن شاء الله تكون أقنعت السادة المشاهدين وعرفوك أكثر مرحبا بك في صراحة راحة وأهلا وسهلا بك شكرا